الصيامة من فرق بختام كل ساعة ياخذني بهجة والعضاد موجة سيرين في العشق تهيم يا عذب قلبي مش جاي طفي مش هبي ضعت يا حبابي طيب ودليلي الرصيامة من فرق بختام كل ساعة ياخذني بهجة والعضاد موجة سيرين في العشق تهيم عجب قلبي جو في جلاتة خيرة وبختة وخنتة ذي لذيك ثلثة الحرس وصايا نوامة مع الوطا والخفاش فيقو علي القلام جوني في تلاتة خيرة وبختة وخناتة ديل فيك ثلثة حرس الوصايا الوامة حب ميتيهاش كل يوم قوم اهل الشاش مع الوطا والخفاش فيقو علي القلام ويا عذب قلبي فني تذكت الروح ما قبلت الصبر الشيمة يا عشقنا الديل دا حبي لحب هاي تلادا والقلوب كادا مولمين في العشق تويمة يا بالمحال مقروح خاطري نوح مجروح فني تذكت الروح ما قبلت الصبر الشيمة يا عشقنا الديل دا حبي لحب هاي والقلوب كدا مولمين في العشق تويمة ويا عذب قلبي العقل والصبر قدا حمرا وبيضا بختي زير الحمامة يا جنها باللوي أم حاين البخت داوي ملقام داوي في الخالدية فوهيمة أفلنا عيضا بدلي العقل والصبر قدا حمرا وبيضا بختي زير الحمامة ويا عذب قلبي مش هبي ضعت يا احبابي طيب ودليلي الرصيامة يا مفرق بختام كل ساعة ياخذني بهجة والعضاد موجة سيرين في العشق تويمة يا بختي صير الحمامة يا بختي صير الحمامة يا بختي صير الحمامة أسعد الله مساء الجميع، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء.
سعيدة بوجودي مع أحبتي وضيوفي في هذه السهرة، سهرة من سهرات رمضان، وبفندق مرمرة نزف لكم أجمل التحايا في هذه السهرة الطيبة من ليالي وسهرات رمضان الفضيل، في وسط ديكور جميل لأتات المغرب العربي وكذلك حلويات السيدة هاجيرة ماي دريم، ومعي في تنشيط هذه السهرة زميلي حمو. مرحبا بك صحفتو. كي قالت لي زميلي حمو حمودي زميلتي يا زميلتي زميلتي بون فيزا نرحبو. قول نقول لك صاحب طورك ميرسي دو لانفيتاسيون تاع الفنانين وقبل الفنانين. انا بين قوسين نفتح بلي نشكرك انت لانك انت مشيت بالسياره تاعك وصايم حتى مثل المساء حتى المستغانم هذه المدينه التي انجبت خيره فنانين في مختلف الفنون والطبوع. طبعا معنا نجم من نجوم الاغنيه الجزائريه عبد القادر الخالدي. مرحبا بك وصحة في طورك، وسعيدة جدا 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 لأني تلاقيت معاك في هذه السهرة، فرحانة ما تقدرش تصور. أنت أختنا وأنت حبيبتنا وأنت الأستاذة تاعنا، ربي يحفظك. وحنا راهي كما يقول لك راهي محبة بيناتنا تاع ملح وتاع قدر واحترام. الله يطول عمرك. وفي البداية نقول لكم صحة فطوركم يسلمك وصحة صيامكم. حمو خويا أنا نقول لك الله يكثر خيرك، أنت لحيت عليا باش نجي وهدرا سيدنا رمضان وجيتني تا المستغاليم وما بغيتش نبخلك، وحاجة اللي نقول لك عليها نقول لك الله يكثر خيرك خاطر عاود رجعتني للصغر تاعي. راك صغير وشباب مالك 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 بدك على عين على روحك راك شباب. ربي يخليك عمو عمو ولد امو وي راك راه وين المكتبة. ونرحبوا نرحبوا مدام فيزاي. اه تفضل 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 مدام فيزا. انت قلتي مستغاليم يعني انجبت خيرة الفنانين. نعم حنا نبداو بالشيخ حمادة ربي يرحمه. نعم عنده زوج شهداء نقولوا الشيخ الجلالي عين تدلس الله يرحمه اللي انا مولوع بها. نعم نعم نقول لك ساكن فيها. نعم. الشيخ الجلالي وتعلمت منه الله يرحمه. عمر عمر انت عين تدلس وعندك الشيخ محمد البوسكي والشيخ محمد المماشي. إذا كان رجعنا للشعبي عندنا الشيخنا معزوز بوعجاج وكاين الشيخ معمر بوعجاج جيبها أبو عجاج بنت هيبة كاين بنت هيبة ثاني الشيخنا بنت هيبة كاين الشيخ بنت هيبة الطوهاري. نعم. هو من العائلة تاع الشيخ حمادة. نعم. وكاين لا الشيخ بنت هيبة الطوهاري الشيخ بدوي. نعم من أحسن المطربين في البدوي. نعم وكي تسمعي تقولي الشيخ حمادة. نعم وحفاظ وكاين الشيخ معمر الشيخ الحبيب الطاهر الله يرحمه حبيبك وصاحبك وكاين استاذ عبد القادر بن دعماش وكاين اللي مات الله يرحمه سي احمد زقيش نترحموا عليه اليوم. يعني كيما يقول لك العرق التالي. نعم. في الشعبي ونتمنى ان شاء الله يعني اسماء كبيره ونجوم. نعم نرجعوا لها عبد القادر خويا. راح نرحب كذلك بالفنانه تاعنا والممثله نوره عقبوبي. مرحبا بك مساء الخير صحه فطورك وكل سنه وانت بخير. الله يسلمك وصحه فطوركم انتوما صحه رمضانكم ونشكركم على القعده اللي درتوها لنا ونشكر بزاف بزاف حمو. نعم حمو تاعنا اللي فرحنا وجابنا اليوم رانا سهرين معاكم ان شاء الله تكون سهره طيبه ومتميزه. ونشكر بايا تي في هي 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 حلت البيبان وعطاتنا البيبان وعطاتنا فرصه باش نجيبكم. عطاتنا فرصه والحمد لله يا ربي رانا جينا ولبينا البيبان. بايا تي في يعني الباب تاعها مفتوح سامحيني الباب تاعها مفتوح لكاع الفنانين. نعم 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 بايا تي في عمرها ما بخلت على واحد لكن السبب الكونتاكت انت حمو حمو. وهذه نورا مشاهدي الكرام هذه نورا تبي الحدود تاع بكري هي نورا ولاد حلال لعبت تعرفوها. نعم الوجه التلفزيوني معروف ام ربيعه. هذه راح نتكلموا على كاع الاعمال تاعها. وانا نقول مشاهدي الكرام سمح لنا فيزا عاد البارح امريكان تفضل خويا امريكان عاد من بوسطن اهل بوسطن جماعه بوسطن اي ام هيبي فور يو. انا قلت لهم زعما بالعربيه قلت لهم انا فرحان بكم. آه. مشاهدي الكرام ميرسي دو نو زافو رابلي. وعبد القادر خالدي حاضر معايا في اللوطو. قالوا لي حمو زعما فرحنا بهذه ليميسيون زعما جبت غير مشي خاص صافي بليزيغ الوغ جو لي غوميرسي اي ام هيبي جو سوي تخي كونتون بو لي زيميغي اوسي راهم يشوفوا هذه ليميسيون. كي نقول لكم انا فرحان انكم تهتموا بهذه ليميسيون باسكو فو زيمي المشيخه جبتكم خادي ومازال اللي بلوك مازال مازال ثقيله ان شاء الله. اي جو رمسي بوكو تاني هو البشنات راه عاد لك خطره راه مغموم مسكين قال يجي
قال لي سلم على فايزة. سلم عليك هواري خويا، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يرفع لنا هذا البلاء والوباء ان شاء الله، وتعاود ترجع ايامنا كما زمان، وان شاء الله نستقبلوك في الحصص تاعنا اللي انا راح تكون يعني كل خميس ربما سنه او اكثر ان شاء الله. لا طول العمر، لا طول ربي العمر. والله نسلموا على هواري بشنات خونا وحبيبنا عبد الحق، نسلموا على بلال، نعم على شاب حميد، شاب حميد حبيبي خويا، هواري مساوي ونور الدين مساوي، نعم قويد البركان بو عبد الله، قويد البركان ايه تاني بو قويد البركان راح حصل، نعم كيف يجي تاني حيد لي مسكين اليوم قويد البركان، نعم. كنت جايبه تاني راح حصل، نعم. بركان خويا فوق يجي غمسي وسي لا فامي مولا سمير تاني نحيهم بزاف، وانا منك نحل تاني على تفضل اللي راها تاني راها في الغربة حمو بيلي قلت له تفضل، وانا نفتح قوس يعني نفتح قوس ونقول لك كل الجاليه تاعنا المتواجده في اصقاع العالم سواء في امريكا او فرنسا او اسبانيا كاع الدول حتى في يعني في الدول العربيه كل جاليتنا نقول لكم تحيه من القلب الى القلب ان شاء الله يا رب ان شاء الله. سلموا عليهم كاع والله نعم الله. نعم اكيد رانا كيما يقول لك حنا رانا في الجزائر رانا بولادنا وبخاوتنا غير في هذا الحجر رانا متوحشين بعضنا بعض وهما بعاد 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 من جهه نقول لك الله يحسن عونهم ومن جهه نسلموا عليهم وهما يتونسوا بينا حنا اكيد اكيد على كل يا ودي واحد نعم عبد القادر الخالدي نرجعوا لحديثنا وحوارنا ونرجعوا لعذاب قلبي حبيت الله يسلمك تفضلي يا استاذه الله يسلمك حاشا لله انتم الاستاذه تاعنا منك تعلمنا منكم تعلمنا والله لا منكم تعلمنا الكثير والكثير الحمد لله. حبيت نسال عذاب قلبي اللي كانت الافتتاحيه تاع هذا السهره كلمه تاع من اللحن لان نعرف انا يا عبد القادر ياخذ 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 غير من القصيد. آوي 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 تفضل احكي لنا يا عذاب قلبي واش تيطفي مشهبي هذه الليل المرحوم الشيخ عبد القادر الخالدي نعم رحمه الله وكان غناها واللي غناها قبلي الله يرحمه الله يوسع عليه هو الشيخ المماشي الشيخ محمد المماشي نعم الله هذه نقول غناها بالك ربما في 63 ولا في 64 وانا نخرب بزاف يا التراث خرع يعني انا مولوع به الشعر الملحون انا مولوع به خاطر من كبرت كبرت بالشعر الملحون انا ما كبرتش بالكلمه تاع نعم اللي تخلخل العقل نعم انا تعلمت وديت من الشعر الملحون لا خاطرش علاش الشعر الملحون اولا يخليك تتغزل مع الزوجه تاعك يخليك تتغزل بيان سور فيه الحكمه يعني من خلاله فيه رسائل بختة الله يرحمها والله يوسع عليها شو كنت بختة تاعنا شو بختة هذه شو بختة يقول لك بختة اللي يغني عليها الشيخ تاع بكري جبتو جلاد شو الاحمر تاع بكري بختة ميسي نحكي غير كمل زيد كمل ساعة اسمع لي ابويا بختاري اللي غنى عليها الشيخ الشيخ الخالدي اللي غنى عليها زيد هو مرحوم ميت وصوت مات كانت هذه بختة تاعك ما كانتش انا صبر روحي باش عارف كاع الشيخ الخالدي مش بالقبه غير احكم ديو دام من بكري هذا قال لك واش بختاري اش دير فيا ولا اش دير فيا في الطريق ولا اليوم حرش فيه الكلب هرب ايا تفضل تلفت لي هدرتي لي نعاود في الوضع السؤال يا عذاب قلبي من كلمة المرحوم الشيخ عبد القادر الخالدي مغني علام عتالي يقول بلي جنها بلاوي ام حين البخداوي ما القام داوي ذا الخالدي يا فهام افلان عيضة دات لي العقل والصبر كذا حمرة وبيضة وبختها زايرة الحمام كان القدر كان الكلام جميل وكان وهادو علاه قلت لك باللي الشعر الملحون إنسان من يسمعه ينجم يتغزل حتى مع الزوجة تاعه ونزيد نعطيك حاجة أخرى ينجم يتغزل حتى مع بناته نعم والله كيما نقول نعم يكتب خاطر ما سي مصطفى بن إبراهيم من يقول لك عزل البنت لا مع أبوها وإلا خطاها أبوها عشتها تمرار نعم البنت عندها بوها بوها هو اللي يحميها هو اللي يساندها سي البروتيكتور سند 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 في الحياه
عليه يقول لك سي مصطفى ابراهيم يقول لك عز البنت لام ابوها ويلا خطاها ابوها عيشتها تمرات والتلحين اديتهم من الفوكلور الوهراني ما هو تاعي ما هو تاع تاع فلان انا نقول تاع الشيوخة تاع القصبة هذه للأمانة الأدبية للأمانة الأدبية أنا عمري ما قلت الفوكلور الوهراني هذا التلحين تاعي عمري في حياتي وعمري ما سرقت كلمات عمري ما سرقت تلحين عاد أنا من غني قصيدة تاع واحد ورانا في سيدنا رمضان تذكر دائما لا دائما نذكر مو الكلمات نقول لهم الله يرحمكم والله يوسع عليكم وشي خطرت على بالك احنا هذه التراث احنا ما ناكلوش بيه الكسره نعم للاسف احنا نبغوا احنا نبغوا نوروا هذا التراث البدوي الوهراني واش ما يموت حتى ما يموت ما يموت حتى ما يموت ان شاء الله دروك مثلا دروك من جبدوا على الشيخ الجلالي عين تاد السوجي والشيخ حماد هادو تقريبا راهم في النسيان نعم. بصح احنا منا احنا يخصونا قصايد نعم ما يخصوش حضرك نعيط اي واحد يعطيني 40 قصيده ولا 50 قصيده نديها نعم. جديده بصح لا اللي قلنا نتفكروا هذه المشايخ نعم. اللي احنا بيهم هما احنا صبنا هذا البدوي الوهراني حي نعم. كيما راه يدير هواري بشنات نعم. كيما راه يدير بارودي بخده نعم. بارودي بخده ثاني يغني ثاني كمل القصيده عنده مجهود كبير راه يدير فيه نعم. وشكون ثاني فكرني الشيخ فتحي فتحي نعم ربي يرحمه نعم نعم ربي يرحمه نعم مات هذو ثاني كاين راح نرجعوا لك بعد هذا الفاصل ان شاء الله سيل خالدي وكذلك نورا بعد هذا الفاصل مشاهدينا الاعزاء بقوا معنا لغايه نهايه هذه السهره من فندق مرمره احنا ما نخرجوش نقعدوا في بيوتنا مشاهدينا الاعزاء توصل هذه السهره سهره لرمضان الكريم مع قلت نجوم سواء في التمثيل او الغناء نرجعوا الى نورا نورا عقبوبي نرحب دائما بك مره اخرى نورا كسيده وربت بيت ورشه رمضان الكريم في ظل هذه الجائحه يعني كيفاش نورا راهي تقضي وقتها ونعرف انه كل شيء راه متوقف يعني لا تمثيل لا الى غير ذلك احكي لنا يعني نورا كيما قعدت في الدار قاعده نعم. في الدار نوض الصباح مع ولدي راكي تعرفي الميناج نعم. جيتو ومن بعد الحشيه ندير هذيك الوحده ونص الزوج هذيك لاسياس ومن بعد نوضي الكوزينه نعم. الطياب وكي تعرفي نورا حبيت يعني نورا هذا الوجه اللي برز يعني خلال عده مسلسلات افلام مسرح نبداو من فوازير مع مليكة مسلسل فوازير درناه 2001 2002 مع مليكة يوسف نحييها ونقول لها كل سنة وهي بخير وصحة رمضانها وصحة رمضانها ونحييوها نعم. تاني ونقول لها ان شاء الله كانت ربما هي يعني العمل الاول تاعك تاع فوازير مع مليكة خلينا من المسرح نتكلموا قبل اول عمل مع مليكة يوسف وكان ديك الساعة مخرج محمد حويدة نعم. نحيي كذلك استاذنا استاذ محمد حويدة ونقولوا تاني الله يرحمه ويوسع عليه المخرج احمد بن نعم حرات حرص. هو نعم. اللي كمل الفوازير كملنا نعم. معاه وبدايه تاعي كانت مع مسلسل فوازير نعم. ومن بعد عاد مشيت مع مصطفى بلا حدود وكان كذلك نورا المسرح نعرفوا احنا كاع ابناء اولاد مستغالين يعشقوا المسرح يعشقوا الركح يعني وحنا نشوفوا من احسن ربما نقول ويسامحوني يعني ما يزعفوش مني اي ولايه من ولايه الجزائر احنا كاع خوت وهذا ولكن المسرح يعني كمستغالين معروفه يعني كل فنانيها اللي خرجوا ولادها خرجوا من ابرع واحسن فن ممثلين سواء على المسرح او في السينما او في المسلسلات وش هو السر نورا شوفي انا نقول لهم ناس مستغالين صحه فطوركم وصحه رمضانكم انا من بتوهران انا من وهران نعم. ما عنديش بزاف من اللي سكنت في مستغالي نعم. بدايتي الفنيه تاع المسرح الاول مسرحيه نتاعي كانت هي ملحمه لؤلؤه مع عصام الفرعه نعم هنا نحيي كذلك عصام الفرعه المسرح الجهوي نعم. عبد القادر علوله نعم درت معاها مسرحيه ملحمه تاع الملحمه هي نعم. مش مسرحيه ملحمه دخلت لعبت فيه اللؤلؤه في الدوبي تاعي نعم. كي دخلت كي شغل عمري ما درت مسرح خاف مني شويه طاني في جيرون كيفاش راهن عليك يعني كيفاش راهن عليك من بعد لما قدمتي العمل كيفاش راهن عليك بلي انتيا تقدري دخلت انا ديجا لقيتهم كملوا الكاستينغ تاعهم كملوا كلش كانوا قريب يكملوا لا ريبيتيسيون تاعهم واش دار لي عطاني فيغيرون نعم. كان بوك يعني شافي عليها كيما دروك نحيي عصام الفرعه نقولوا صح رمضانك وصح فطورك قلت لها عطيني غير فيغيرون ندخل من ونخرج من عطاني داك الدور قال لي بصح هذوك كي غير تبكي ورايحه وجايه عليا ومنا عطاني داك لو رول فيغيرون ماشي دور فيغيرون ندخل ونخرج
ومن بعد كي شافني عطيت له في هذيك غير في هذيك الدخله اللي دخلت من وخرجت من عطيت له جاب ناس تما كان عزيز يعني تقمصت الشخصيه شخصيه مليحه جماعتنا اللوز بالقايد كاع نحييهم نحييهم نعم فوالا وعطوني الدور تاع اللؤلؤه نعم دوك انا دوك انا ثاني صحيح حمو خويا بركي انا نحل نفتح هذا القوس لانه ربما كما راهي تقول ذكرت اللوز وصادفوه قبل اللوز في الحصه هذه استاذنا بالقايد يعني اسماء كبيره هنا في المسرح جو محمد ادار نعم هذه الاسماء اللي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي تكون من بين يكونوا من بين يفتح لان اسماء ثقيله واسماء قدمت يعني لسنوات طوال يعني في المسرح وحنا اكيد ما نقدروش نغطوا عليها ما نقدروش يعني ننساوها لازم تكون حاضره ونعطوها قدرها ونعطوها قيمتها لان هادو ربما الناس اللي قعدت بزاف قدمت في المسرح اكثر ما انها بانت في على التلفزيون او في السينما او صح. لان قدمت المسرح تعشق المسرح وتحب المسرح فقط صح. تحب الركح وتموت على الركح الله غالب كاين هادو هي اختيارات اختيارات ممكن كاين واحد يروح للتلفزيون والمسرح يبدا كبداية روح للتلفزيون وروح للأفلام السينمائية ولكن كاين الناس اللي تبقى محصورة في المسرح لأنها تحب المسرح والمسرح هادو ما خصناش يتغيبوا علينا لا 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 إن شاء الله في البروغرام إن شاء الله هكذا خويا عبد القادر هذا ال تفضل أستاذ يا ودي روح تفضل صح الفنانين راهم في البروغرام إن شاء الله ما عندنا أنا فايز عندنا بروغرام طويل إن شاء الله كل واحد بطول تاعه ما سيناكوش ما سينا أي فنان أي نتاع تياتر نتاع فن سينما ميم ناس الجزائر راهم عيطوا لي بصح إيزو أن بروبليم دو ترونسبور مع النهار والليل رانا نحاولوا كي نديروا ما قصرتينا ثاني نجيبوا شي ناس ثاني كبروا بيا خلاص عيط لي مسكين راه جاي ان شاء الله راهم بروغرام مي بروغرام كاين مجهري ميسو مخرج وممثل كان كسراوي كامل نعم بكل هاد الاسماء نعم بكروي بكروي نعم معايا في الملحمه عبد القادر بكروي نادية الله يذكرها على خير نعم اسماء ثقيلة واسماء يعني معليش الحمد لله كاع جوج راهي ان شاء الله ان شاء الله اسئلة السي السي عبد القادر لا ما فايزة بغيت نعطيك واحد المعلومة تفضل كانوا بكري مين يديروا مهرجان تاع المسرح في مستغالين بكري نعم شكون اللي كانوا يوكلوا ويشربوا مين كانوا يجونا الضياف في المستغالين هما الجوارين سكان مستغالين ما شاء الله هما اللي كانوا يوكلوا ويشربوا مسك الغنائم المدينة هذه فيها الناس مثقفين بزاف لان باش انك يعني سكان هما اللي يوكلوا يعني هذو اصحاب المسرح يطعموا يعني هما يبخان شا اون شارج هاد الفنانين هما يعني تشوفهم الناس مثقفين على بقات مستغالين مهد المسرح نعم هي مهد المسرح مستغالين 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 كيجي يتعلم بيانو في مستغالين مستغالين نعم. مستغالين طن 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 كيجي مستغالين احنا كاع المطربين الشعبي كاع كاجا الشيخ الحاج محمد العنقا نعم كاجا الشيخ الحاج محمد العنقا والشيخ حماده كانت واحد المحبه بيناتهم الشيء اللي كان يغنيه الشيخ حماده بدوي كان يعاودوا الحاج محمد العنقا كان يجي حتى المسغالين يدير القصايد هادو كيما نقولوا مثلا جيبيتي يا الشيخ حماده من يغني سيدي هاجوا الافكار الا يملي يبليه بالهجر من اللي ذاق الحب ما يعذر جاي يهدو نشوارا يا ما هزوهر يا يحضافرا الاخر الحاج محمد العنقا سيدي هاجوا الافكار الا يملي يبليه بالهجر من اللي ذاق الحب ما عذر جاي يهدو نشوار مهزوه رياح زافرة البدوي والشعر بس عروا 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 حاجة عظيمة والله العظيم تفضلي شوفوا والله العظيم وهذه القعدة بيناتنا وهذا سيدنا رمضان إن شاء الله هذا الغناء هذا كي نسمعوه في التلفزيون في دارنا في دارنا هنا في وهران كي نسمعوه نديروا سيلونس نوقفوا هاك قدام لا تلفزيون حتى يكمل احترام مولاي بويا تعرف كي يسمعوا يبدا يقول لنا زيدوا 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 التلفزيون ما أحوجنا إلا هاتي لا شوفي أنا نحب الشعب نحب البدوي ونحب كذلك الاندلسي صدقيني 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 يعني نموت على القصايد تاع الاندلس وخاصه الطابع الحوزي نموت عليه الله غالب يعني شوفي مدام فيزان اللي خلعتني اذا كان سمعتني سي حمد الاصل مليح الاشياء الاصيله انا اللي خلعتني الشيخ حماده هو حج مع بويا الله يرحمه 68 زاد واحد شهر ونص ولا شهرين وتوفى الله يرحمه من 68 رانا 2020 شحال من عام هذه؟ 2 سنوات 68 2 سنوات 3 سنوات شحال 5 يا دي العقل نصف القرن الله يعطيك العقل واش مكبر يرفدك يا ولدي عبد اللي تخلعني في اليوتيوب
نصيب الشيخ حمد داز 2 ملايين 3 ملايين 4 ملايين الناس تسمع ترقبي على الشيخ الجيلاني عين تدس نفس الشيء ديفو كاين قصيده اللي تلحق حتى 7 ملايين في صح كاين اللي تلحق 5 ملايين تقدر بالشيخ محمد البوسكي الله يرحمه الله يوسع عليه في هذيك تاع يا البونديو خذ حق اللي هو مظلوم يا البوندي يا البونديو يا صح يا البوندي انت البوندي صح انت تبكي ولا تضحك ولا تدبع الحشمه الحشمه تمي قلت لك مصر صونت في الدومي ما قلت لك ثلاث سنين عبد القادر تفضل بس خصيك خبرني على شهر رمضان الحاجه الصحي كتفوتها في الدار معدومه تاع حوت كاش قال لي انا كاش ندير في رمضان شو ولا بايط لك فيها الدعايه شو ندير في رمضان شو ندير في رمضان عمر يضحك شو نفطر ولا شو لا شو ندير في الدار شوف ربي يديك النار ما تكذبش روح احضر ما فهمني في الدار شو ندير حاجه صحي ميسونا ما تخرج من الدار شو ندير كان نهار في الدار شو ندير بون نوض اول الفجر لا نهضر معك بصراحه والله الصباح ديال الفجر فجر الصبح اقول لك صلي ايش تصلي؟ على بالي بتصلي في النهار في النهار تنوض بديك يا راني جايك يا روح خويا روح روح هبني والله زاد بيني متى تصلي روح صلي الفجر الصبح زيد هذه لا حياك لحالك زيد كمل تو هذا الفطور ضربته عنده اليوم شوف الفجر فجر من بعد نروح نرقد جوال 11 11 ونص عندي ربع ساعة روح نقضي صلاحتي نعاود نولي وربما نعطيك المفاجأة نتمشى في الطريق اللي تكون خاوية نقول لك علاه باه مين نتلاقى مع أحبابي ما نحرجو ما يحرجني من بعيد صحيت كراك داير صافا بخير وعلى بالك كاين دي فوا شي ناس راهم ينساو باللي راه عندنا كورونا يلقاك ويسلم عليك واحد واحد كيراك داير لباس تدعشم تحشم خاطر عليه هو راه ناسي باللي نعم في لازم دائما نفكروا انا شتي ندير نغاك نتمشى غادي نروح انا ندير هاك بنيه تما غير هاك نتمشى في الطريق اللي تكون خاويه نعاون اجتنابا للناس اللي يعرفوك باش ما نعم باش ما ما يكونش هذاك الاحراج نعم ما نسلم عليه ما يسلم عليا ما يخامسني ما نخامسه ما بقات قاعده ما بقات حشمه زين يا وجوه الامه صح يا خويا انت في حدك وانا في حدي كمل نعم لازم شويه من فضلك من بعد دير تباعد خاف عليا من بعد صلي الظهر تاعي الصبح سيدي الصبح يا قلت لك صاي صليت الصبح روحت رقدت روحت شريت 11 ونص مازال الصبح قلت الفجر نخرج برا ندير نوض نرقد تفكر مليح قلت نوض الفجر نوض ما دافيش شدي عليا الله يرحمك شدي راهي كورونا ما عندي ما نساش الصبح ما نكتح ماليش روح بعد الظهر ديالك صاي صليت صح صح رقدت رقدت نوض على 11 ولا 11 ونص روحت شريت نتمشى في طريق وحدي ما نسلم عليك ما تسلم عليا ما بقات قاعده ما بقات ملمه يا وجوه الامه صح ماشي انا في الغمه من... يا وجوه الامه يا صح وجوه الامه كمل من بعد اش تندير واش من قبر يرفدك يا ولدي اه ودي خلينا نخدموا على روحنا يا ودي ما تحفر كمل روح راك في الدور راك في الدور نصلي الدور تاعي من بعد اش ندير ندخل الاستديو تاعي راني طان 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 صلي العصر تاعي طان 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 صلي المغرب تاعي نروح للتلفزيون ياك كوزينه كانت علاش جامي ما عرفتش بلي المراه طايحه في كوزينه وخسا ولا جا تغاشا كوزينه كاع تخاف شي طابله واجده دقيقه حمد ما تشري ما تقدم والو شكون هي اللي تشري ما انت ما تقدم والو غير الاستديو انا قلت لك نجري ايش كيما تدخل الكوزينه ما ما تسمع علاش غادي يهبلك ما غاديش غادي يهبلني والله يهبلني كاع دقيقه حمو غير خلينا سي عبد القادر يا خويا يا اختي قلت لك غادي يهبلك قلت لك غادي يهبلك عبد القادر يهبلني والله والله يا مدام فيزا ثم شفتو واحد راقد ينوضني على 10 تاع الصباح بالتليفون احكي لها والله يا مدام فيزا هذه ماهيش مبلاك راني نقول لك نوضني على 10 تاع الصباح الو وي قال لي شيخ والله راني عجبتني طاف سمعتك في الاذاعه البارح تا 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 قلت لك كاميرا كاشي يا ولدي يا ولدي كثر خيرك قال لي يا ودي قلت حاج محمد يا الحاج شكون انت يا قال لي انا نسيب ابراهيم خوك سي ابراهيم خويا ابراهيم خويا انا نسيبه ميت
قلت له يا ودي نسيب ابراهيم خويا ميت، قال لي لا انا بابا نسيبو. يا ولدي عاج واحد حي سبيسيال صايب. وسلم على ابراهيم خويا، وسلم على امين خويا بالحمر. سي عبد القادر قلت تجي للمغرب، نصلي للمغرب وتجي اكيد باش تكسر الفطور وتفطر. حبيت برك لك تبع البرامج تاع قناه الباهيه. والله ولو خلينا والله شوف نحلف لك برب العزة اللي نديرها 100% هي الباهية. خيبي 100% اني حلفت لك برب العزة. في الليل في الليل زكار عليه زكار عليه. لا هكذا في الليل هكذا في النهار. لا ماشي في النهار. لا في الليل على بالي بونجور عند الفطور. لا ها في النهار كيما كاع من يأذن تعلم الطياب وكذا مواقيت الإفطار وهران وما جاورها، يعني الولايات مصغالي من يردوا بالعباس وهذوك صايدي غيدير على وقت الإفطار. من بعد انا شنو ندير؟ نتفرج هذاك المسلسل تاع مصطفى شبع. نعم مع بختها دار النسا. ايوا زيد نتفرج هذيك تاع مسعود سعود مسعود. ايوا نحيو يوم بعد وين نروح؟ نعم نروح الحصه هذه. نعم علاه نروح الحصه هذه؟ علاه نتفرجها؟ الكاميرا مخفيه بتشوفها اش دار؟ شوفها تاعك مو فطور. مو فطور تشوفها؟ سير تشوفها سير. والله العظيم وين العرباوين؟ صح زيد. وانت انت علاه حمو خويا وتعرف باللي محبه بيني وبينك من 85. صح زيد هادي ما يجدر. وكان علاه جيتك يا عمو؟ صح ما تبكي ولا تهضر ما فهمتش يا ودي. لا اله الا الله هبني والله لا هبني. وفيه واحد الطبايع من يهضر مثلا. خلاك تفطر اليوم؟ خلاك تفطر قادر يقول لي خلاك تفطر اليوم؟ لا انا خليته يفطر. خليته يفطر هادي خلي هادي هضره هادي هضره. من جا سيد كان بيضرب فطور في مسخن نقول له الشيخ قال لي عندكم حوت شبه في فتخاري. قلت له براس ما تقولها بني تجي بني كل اللي عاد 10 تاع صباع وين راكب. خلينا ترونكيلا عبد القادر. عمو خويا عمو عبد القادر حبيت نسمع حاجه من عندك قبل ما نمشوا عند نورا. حبيت نسمع هكا حاجه اكابيلا. اكابيلا شوفي انا من محبين البدوي اكيد. كاع نبغي البدوي كاع نبغي البدوي كاع خاطر راهم يقرعوا فيك. تعرف شكون خاصة الناس الكبار منهم الوالدة تاعي نحييها. سلم عليا الساعة كانت تهضر معايا نهديها للشيباني تاعي وشيباني راهم يقرعوا. انا قلت لك في اخر حصة والله انا مطلب منك حاجة. قلتيني معاك صورت انا وياك. فايزة مطلب منها حاجة واحدة. تفضل. لعب لي هذا ماشي دونجي. كان عندها صاحبها انتيم ويبغيه بزاف وهو المرحوم شكون هو؟ تاع شلف. اه ايه اللي حضر معنا عطيني كيما تاعه حضر معنا في يناير في فندق فندق عز الدين اخير الناس راح. شوفي عز الدين الشلفي. شوفي عز الدين الشلفي الهدف فندق الهدف راك عاقل ها اللي جمعك كي يسموه تاع الاخر تاعنا الله يرحمه الله يوسع عليه علي ملوكي. علي ملوكي الله يرحمه ويسع عليه. علي ملوكي هو اللي جا دهمني للدار. نعم لا اغاني توا ما عنديش. لا ساعدني حاجه تبعها. الله يرحمه والله يرحمه. الله يرحمه والله يوسع عليه. و صح سمعني ورانا في نهار تاع رمضان. لا ما حاجه لا ما غني اكابيلا نهضر عليه. شوف سمعني بعد هضر عليه. لا لا خليه يهضر. راه ميت الله يرحمه الله يوسع عليه. خليه يرتاح في قبره. هيا غني اكابيلا. نغني صوالحي هو صوالحي. ايه تكون نغني لك باقي قال لك نهضر عليه شويه. شوف عز الدين الشلفي الله يرحمه ما كان تاع غتبه ما كان تاع قطاع. انسان لاهي في روحه. عارفه انسان مولا خير. يجي الامانه يقيسها عند الباب ويروح. بصح النهار اللي مات يا ولد عمي انا راني غاير يا ربي لو كان يحضروا لي غير الربع تاعي. انت مازال ما تموتش مازال. انسان طيب بزاف انسان طيب. انت ناكل راسك باه نموت انا. لا سير والنهار اللي تموت انت يا نجيب لك بختة هي عند راسك تنوح. حمو خويا ومن روحت شديت معك. حمو خويا وعلى ما تهليتش فيا وتبدا تصوت في فخادها وتبدا بصح كله دركم. هادي قالها لنا والله اللي قالها لنا الساعة. معليش اعطيني غير نص دقيقة. تفضل قولي. والله والله قال لي مثلا لو كان والله العظيم كيما راني نقول. نعم قال لي باركسوم لو كان نموت قلت له شوف نجيب لك بعض الفنانين اللي يبكوا عند راسك. قال لي صح سيدي
قال لي دخلوا لي في القبر. قال لي ولو قال اللوط ما كان باغي ندير لكم كاميرا في الشيء. بديرها تاع بصح ندير لا. ولا خبيت تاع بصح تاع بصح. غسلوني يدوني قش. من الغسالة أنا كومبليس أنا وياه. مدفنين نعود لهم. واحد ما يقش بقبرة. بصح أنا اللي غادي نموت. واحد ما يجيش. واحد دايلي هكا. مالي بختة. مالي بختة تعرف تمجد. يا خويا أعطينا كابيلا كابيلا الشيخ. كاينة 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 قصيدة كنت نبغيها في صغري بزاف. معليش. وعليها تزوجت ودرت دار. سبحان خلقي سلطاني سبحان خلقي سلطاني من لينا مربي عالم الاسرار قدر رجلي وبلالي سليت بالقدام شفته بالبصار حتى لقيت من سلبتني بالحسن والبهاء والزين المسرار يوم الخميس وشدني لقيت فاطمة مسبوات الأشفار اللي غرمها مضاني يوم الخميس سارت بيا رجلي لعند راس المصداح بدوي وحوزي هذا هو كي يدير شعب بكري كيلعب شعبي هو يعطيك الصحة الشيخ الله يطول عمرك ربي يخليك شرف نروحوا الفاصل ونعاودوا نرجعوا داكوغ صح فاصل من فندق مرمرة ونعاودوا نرجعوا ان شاء الله احنا ما نخرجوش نقعدوا في بويتونا احنا ما نخرجوش نقعدوا في بويتونا مشاهدينا الاعزاء عدنا من فندق مرمرة دائما مع هذا الديكور الجميل للاتات المغرب العربي والحلويات لهاجرة ماي دريم اكيد تكون ذوق تاعها انا نبغي القريوش تبغي القريوش خلاص القريوش دائما نعود مع كذلك نجوم تاع هذه السهره سهره من سهرات رمضان الفضيل مع شيخنا عبد القادر الخالدي وكذلك نورا نورا حبيت نرجع لك لو كان نتكلموا على مفترق الطرق 2005 خدمت مع مخرج حسين ناصف خدمت معها في مفترق طرق لعبت مرت الزوج حميم شميمش نعم حميمش نعم شريف حجام اللي نترحموا عليه في هذا في هذه الليله نعم وكذلك قدم بزاف اشياء اعمال قدمها صح. وكان خاصه مع حميمش يعني كان يدير نعم خاصه مع الاطفال كان يقدم اعمال الاطفال يعني من اروع ما يكون كان يبغي العمل تاعه ويبغيه نعم بزاف كان يشقى كان يشقى بزاف كان يتعب بزاف نعم. خدم معايا في مفترق طرق اللي نحيي تاني العائله نتاعو ونقول لهم صحه رمضانكم خدمت معاهم الدور الثنائي ماهوش نعم. دور رئيسي في مفترق نعم. الطرق وخدمت في رجال فرقان مع نعم. خالد الخالد في 2010 يعني سمحي لي نورا كنت نتكلموا مع مخرج يعني كنت عمل نورا مع مخرج جزائري وخالد الخالد يعني مخرج سوري مخرج سوري يعني كيفاش يعني حست روحها نورا لانك اكيد مش نفس يعني ماشي نفس الافكار ماشي نفس اولا حاجه الاولى ما نقدرش نحكم على حسين ناصف لا مش حفظك حسين ناصف كاع المخرجين الجزائريين ومخرج خالد حاجه واحده اخرى كل واحد مغايره حاجه واحده اخرى وكل واحد والعمل تاعو نعم. كل واحد والاخراج نتاعو والطريقه نعم. كيفاش يتعامل بها مع الممثل ماهمش واش هو الدور تاع مع المخرج خالد الخالد خالد الخالد مسلسل تاع مفترق الطرق درته لعبت الدور تاع أم سليمان نعم. ام سليمان جاستني في رمضان راني شافيه عليها لقى نجاح لقى نجاح وانت قمصتي هذه الشخصيه ربما حسيتي روحك لانه اكيد فيه ناس كانوا معايا ناس كبار وكان معاوني بزاف بزاف الاستاذ نتاعي عبد النور شلوش اللي نحييه حيوه نعم ونصحف طورك نعم عبد النور شلوش يعني قمه كي تلقى عبد النور شلوش مع عجيمي كذلك محمد عجيمي القمم القمم نعم قمم في الله وكان معنا ابو جاجه الله يذكره على خير الله يذكره على خير نعم كانوا يعني اسماء كبيره كانوا يعاونوني في اللغه العربيه الفصحى نعم خاطرش المسلسل تاع مفترق الطرق درناه باللغه العربيه الفصحى نعم كانوا يعاونوني كنا التدقيق اللغوي لغير ذلك التدقيق اللغوي نعم. وكان شويه فيه تعب مفترق الطرق ماشي نعم. حاجه سهله وكان عندي دور هام ام سليمان اللي كان معناتها الزوجه تاعي والابن تاعي
وام سليمان بالذات كان شغل عندي واحد الحساسيه، راجلي يحقروه في ويدخلوه للسجن، وولدي حتى ولدي تبعوا في، كان شويه عندي دور هام، كانوا يعاونوني بزاف بزاف. كاين طيب الادوار نورة، ان هي شخصيه تقمصيها مثلا في افلام، في يعني من 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 شخصيه لشخصيه، يعني كيفاش تلبسي هذيك الشخصيه لمده معينه، وكيفاش تقدري تخرجي من هذيك الشخصيه؟ مشي سهل على بالي، مشي سهل. تفضلي احكي لنا هذه التجربه، لان صعيب الفنان يخرج من شخصيه لشخصيه، لانه خاطرش راه ينعزل من شخصيته هو. صح صح. تفضلي. شوفي انا يا فايزه نهضر لك على روحي. نعم. انا كي نبغي نتقمص الشخصيه واش ندير؟ نحفظ قبل السيناريو. نعم. تاعي. نعم. يا بون يهضر معنا المخرج ويعطينا ليدي واش راح ديري وديك وديك، بصح الحاجه الاولى نحفظ السيناريو هو الاول، ومن بعد هذيك من السيناريو نبدا انا كي نقراه ونعاود ونقراه ونعاود نبدا نحاول نتقمص هذيك الشخصيه. ام سليمان مرا مغبونه، وكي تعرفي تاع ام نعم. سليمان مسلسل ديني. نعم. باللغه العربيه الفصحى، وكيفاش فيها تعب، لازم دون اخطاء، لازم خاصه الاخطاء اختي فايزه فيها لا اكيد فيه اللي صح، لكن تحاولي انك ما تطيحيش، لان دي لغه عربيه. ما هي شوفي هي من الحفيظه تقدري تبدا، نبدا نحاول نتقمص الشخصيه، ومن بعد كي نتقمص الشخصيه نبدا نحاول، باسكو على بالك كيفاش تلعبي الدور، ماشي غير باش تقراي ولا تتقمصي. نعم. مام لي غريماس لازم. نعم. لازم المشاهد يعرفك بلي راكي تمثلي، راكي صح ام سليمان. نعم. راكي معايا، راكي صح هذيك يعني حتى التقاسيم تاع الوجه تغير. نعم. التقاسيم تاع الوجه تتغير من حزينه وفرحانه، تبان عليك الا كنتي فرحانه، تخلي المشاهد يعيش بلي فعلا راكي فرحانه، تعطيه هذيك. انا ما نبغيش نعصر روحي باش نبكي. لا بصح كي تكوني محافظه ومتقمصه الشخصيه هذيك. نعم. منغمسه فيها. منغمسه فيها عايشتها تعطي. نعم. الروح نتاعها. من بعد انا باش نخرج من هذيك الشخصيه على بالك ماهيش حاجه سهله. نعم. ماهيش حاجه سهله، حتى نكمل قاع داك التورناج نتاعي ونروح لداري ونريح شعال، ومرات مرات بعد في الايام التوالى هذه تاع نهضروا غير على مسلسل تاع ولاد الحلال، باش خرجت من هذيك الشخصيه. نعم. فايزه على بالك شهر رمضان كومبلي، بعد كي كملت كاع شهر رمضان عييت نحاول بلي نخرج من هذيك خيره، نخرج منها ما قدرتش، على بالك واش ندير روحي، وليت نرقي روحي. وهذه الايامات ولا على هكا صدفه تلاقيت مع واحد قال لي يهضر معايا، من بعد بعت لي تمتم في الميسنجر. هيا انا حديت هكا شت لقيت هذيك اللقطه تاع عندما خطفوا الطفل هذا ولدي. لا كي خطفوا لي ولدي كي. نعم. في الحلقه الاولى تاع لي يدوا لي ولدي الحبس. على بالك ما امنتش عقلي، قعدت قلت له هذه انا كنت ندير كيما هاك، قال لي واه نورا، قال لي شتي شادرتي شتي شعيطتي، على بالك الدمعه سالت لي الدمعه. زعما كنت مسكونه ملي ما عبالكش كي تتقمص شخصية حمو تولي تسكن تولي مسكون حمو هذيك الشخصية عليك باش تسكن. لا أنا ما مثلتش أخويا في رجال فرقان كدوامك، لو كنت امرأة حزينة بغا يدور عليا عبد القادر، بغا يدور عليا زور، بغا يدور عليا ما تديرليش زور. في رجال فرقان كنت ثاني مرة حزينة، مرة كنا مع السوريين، كانت معنا جروب اللي نحييهم. شكون هما من السوريين؟ كان ممثلين من كان معنا غير مخرج خالد الخالد. نعم. وليكيب تاعو لا ماكياج وهذوك الكيب تكنيك هذوك السوريين. نعم. طيب اكيد نورا لما تكوني توجدي روحك باش يعني تحافظي في السيناريو، اكيد راح تقابلي المرايا وتقعدي تكرري ما نديرهاش. لا ما نديرهاش عاده. كاين اللي يديروها. كاين اللي يديروها. لا شوفي بون كاين اللي يديروها، نهضر على روحي. نعم. كاين من الممثلين يديروها. نعم. انا دابا غير يعطيني هذيك المسؤوليه يحط لي السيناريو في يدي نبدا هاك. علاش نخاف؟ قالت لكم نبدا هاك. نبدا هاك سمعوا صح ولا غير نبدا هاك؟ نخاف. خاف. مسؤوليه كبيره. نخاف مسؤوليه كبيره. نعم. واون بليس كي صاب باغي نعيش هذيك الروح، باغي نعيش وتنجحي كذلك هذيك الشخصيه اكيد. تحاولي تنجحيها بقدر الامكان. على قلت لك نبدا هاك، نبدا نخمم ونبدا نوجد كيفاش راني رايحه نخرج هذاك لوغول تاعي. فايزه وكاين حاجه ما نسيتوها ما تعرفوهاش خويا من عرفت. مشاهدي الكرام. نعم. اعزائي اعزائي المشاهدين. نعم. خويا هذا اللي مقابلني تاني خدم فيلمات شيخنا. نعم. شيخنا درت مسلسل. خويا هذا شيخنا درت مسلسل. شوف اسيدي خبرني مالك جاك الحال عليا ولا شوف ما زيدوش ما زيدوش شوف كي حقرونا بالعيش. هي اللي راه تكرم هذا مسلسل براش كي درت كداش مسلسل درت مسلسل تاع الشيخ حماده نهار اللي جاني المخرج الحاج احمد المنصوري
قال لي عندك الدور تاع البطوله تاع الشيخ حماده. الله يبارك عباك باللي والله العظيم شهر ما رقدتش. نعم الله يبارك. شكون لان الشخصيه تاع الشيخ حماده ماشي سهله يا ودي وعنده زوج شهداء. شكون هذا اللي بزهره من عند يدخل في البيرسوناج تاع يدخل في تاع الشيخ ويلعب ويلعب الدور تاع الشيخ حماده؟ شكون زعما تلعب زعما جبتها معايا؟ اكيد 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 ما تقصيش في هذه حمو ما تقصيش. هذا الشيخ باش تجمدتلي صح الشيخ يا سبحان الله مين ما شنيش المتر كيف تجبدتلي تجبدتلي سمعت 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 واه صح الشيخ نسمح لي قول له كيفاش ندو السيناريو ونتقمصوا كيفاش نقولوا نرقدوا اسكو نرقدوا لا هذا 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 هامه هذا بروح ما نرقدش ترقد امبوسيبل ونباتو هذا هامه ما نرقدش استديو ما نرقدش كاع ما نرقدوش شنباتو نخمون كيما تباتي تحلمي بهذاك ومن بعد كتبدا تلقى روحك ما رقدتيش وعندك شوفي كاينه حاجه واحده شوفي الممثل يعجبك من يحفظ السيناريو تاعو والممثل يعجبك من يحط كرعيه في الارض شيله معناتها يحط كرعيه في الارض خاطر مع المخرج يخرج منه نعم صح يخرج منه يعيك يعيك ويدي منه صح صح خاطر على المخرج عنده الفايده من المسلسل تاعو وينجح ينجح صح اذا كان يجي ممثل هاك خلصه صح شو ولا ما يعاودش يعيط له كي يحفظ السيناريو تاعو ويسعف المخرج ديجا انت راكي بزهرك راكي لعبتي افلام مع ادوار مخرجين اكبر مخرجين وعلى صغرك نعم احنا ما سويناهاش هذه نعم هذه بدايه وانطلقت يعني مع حاجه مليحه حاجه مليحه استاذ حويدق يعني اسماء كبيره على الاقل نعم. مصطفى بن حرات نعم. الله يرحمه نعم رحمه نعم عاوني انا مصطفى بن حرات نعاود نرجع لك بعد ما تكلمت مع نوره نعاود نرجع لك شيخنا احنا قلنا الاغنيه البدويه هذا الطابع ربما ماشي بدا يروح ولكن ربما الناس ما يشوفوا الشباب يميل هل يفكر مثلا عبد القادر انه يورثوا الجيل هذا الجديد اللي طالع يعني احنا نشوفوا عبد القادر خويا نشوفوا يعني هذا الجيل تاع لا تكنولوجي جيل على كاسي على يعني كاسي لومبيونس ما يقدرش الاشياء ما يقدرش فيه ماشي كلهم لا ماشي كل ولكن الاغلب تاع الشباب هادو شباب تاع ساندويتش كلشي بغى الغنيه ساندويتش الاعلام ساندويتش الاخراج ساندويتش ماشي هضر عليك عمر انا عمر نحييه لانه من الشباب اللي حب يعني يتقن العمل تاعو ويحب يحب يتعلم ما يقولكش راني ما نتعلم يحب يتعلم ويسمع من الكبار عليه هذا الشيء اللي انا لاحظته فيه شيخنا حبيت فقط نقول نوه انه كانت كاين شباب يحبوا هذا الطابع البدوي ومن خلاله نشجع عمار المخرج بونور لانه كان يحضر في خيمه حصه اسمها خيمه البدويه لتكريما للراحل الشيخ عيد ادلس الله يرحمه الشيخ الجلالي نعم الشيخ الجلالي وكان راح يحضر فيها كل مره شيخ من الشيوخ سواء في الشعر البدوي وكذلك الأغنية البدوية يحضر من بينهم كنت انت في البرنامج ولكن صورت منها حلقة وكي جاء الكورونا هذا يعني توقفت يعني السلسلة وتوقفت التصوير تاعها ان شاء الله بعد انه يروح هذا الوباء ان شاء الله وراح يواصل نظن عمر هكذا ان شاء الله شيخ الجلالي عين تدلس اللي بغيه في حاجة واحدة صحي نعم ومتقف نعم تقف نعم كان شاعر من بين فطاحلة الشعر الشعبي شعر الملحون البدوي نعم الله يرحمه نعم وندعوك شيخنا وندعو نورا كذلك وحمو كل المشاهدين الأعزاء لبعض المقتطفات من هذه الحصة اللي تصورت الخيمة البدوية ونعود ورجعوا هي سيناريو وإخراج المخرج الشاب عمر بونور دزين كان شافوه العيارين معلوم يشرو خبرو في الجرنان لو كان مرقول الربح الزينين خير على نسى تربح في الشوفات سبحان مصنع دا الصورة وعطالها طبع وطبايا تعشي على شعاع القمره وتقول له هبط كي نطلع اسس لي اللحم
غادي يجي الفطار عندك. مرحبا بنت حساب 5 كيلو مليح. 5 كيلو لحم، 5 دجاجات، 2 كيلو سردينه، 3 كيلو كفته والخضره. الساسه تاع الناس ما تهرسها يا ودي. كل شيء ديك نكمل غادي. ستفناها 31 يوم يا ودي. انا عشيت انا ودي عمي هو مولا 29 يوم يا ودي. مول العيد يا السامع القوالي لا تقول عراف، إذا عرفت مسالة تبقى ميا غريبة، وإذا جمعت مسايل عني تغيب ألاف، بالأكثر إذا دققنا الحسبة يبان عرفي في المعرفة قليل بزاف. طبعا بعد ما شاهدنا أكيد لو كان تواصلت هذه السلسلة كانت رح تكون تجيب أسماء كبيرة وثقيلة، خاصة لهذا النوع من الأنواع تاع الفن الجزائري الأصيل، حاجة مليحة. أنا نحب الشاب ولا الشابة اللي تبغي تتعلم وتسأل، ما تقولش أنا نعرف ولا تقول أنا نعرف، لأن مادام رانا في الحياة مادام نتعلموا. اللي بيجي شباب ما يتعلمش. نعم اللي بيجي شباب ما يتعلمش. شباب قلت لا حتى الكبار. لا 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 قلت شباب. شباب مليحة. فايزة تعطيني 2 مينوت نجاوبك بصراحة. تفضل نجي معاك بصراحة. بصراحة ما كاش أحسن من الصراحة. صح أبقى باللي في الجزائر عندنا ثلاث أنواع من الجمهور. نعم. شكون هما ثلاث أنواع من الجمهور؟ أولا عندك جمهور من 14 عام حتى 18 عام. نعم. هادو ما تنجمش تتبعها أنت يا ميتريزي. تحلك بحري وهاج فكري وش وقت رادف جيش وغيوان في ضميري وقت ارتهواله شي يدير هذاك 14 عام 18 عام. بصح علاش 14 عام الشيخنا؟ اسمح لي علاش 14 عام؟ 14 عام حتى 18 عام راك تقول في حد المراهقة. اسمح لي علاش بكري؟ علاش بكري؟ اسمح لي حمو علاش بكري؟ بكري في الزمان صحاب 14 عام تصيب 10 سنين يستلفظ من الكبار ويسمع. وراه المفارقة هنا. علاش المفارقة هنا؟ هاد الأغاني ما كانوش يسمعوا في اليوم. هاد الأغاني رانا 2020 فايزة أترى اليوم نهضروا بصراحة. 14 عام 18 عام سن المراهقة يتبع لك الأغاني نبغيها ونحلم بها ليلي ونهار ما نرقدش الليل تا 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 سايلة تقولي لها يطالع دبي وطعانك دي والصبر فنيانك يا بويا كرايانك ما نظنش وش يانت حياتي من طبع اغزال ابنائي دمائي. شكون هما هادو؟ يا الله يا سلام يا شكون سلام هادو؟ هادو من 30 عام وروحي تقريبا حتى 60 عام 70 عام. علاه في البدايه قلت لك يا ودي انا من نشوف شيخ حماده في اليوتيوب نصيبو 2 ملايين 3 ملايين. علاش عبد القادر الخالدي من صغره يبغي الاغنيه البدويه؟ انا كبرت فيه خاطر من صغري ما انا من حليت عينيه في الشيخ حمادة، شيخ الجليلي عيد أدلس، شيخ محمد البوسكي، شيخ محمد المماشي، ويجمعوا هكذا ويديروا جلسات بالقصبة. يا ودي كون نحكي لك يا مدام فايزة كون نحكي لك واحد العام في 85 أنا حسبت روحي صاي وصلت وليت حواس وليت حسب روحي شيخ الشيوخة. داروا مهرجان الاغنيه البدويه في عين تدلس. شكون اللي فيها؟ الشيخ الجلالي عين تدلس واستاذنا احمد وهبي الله يرحمه والحاج احمد خليفي جابوه ضيف شرف خاطر كي تقولي احمد وهبي راه ولد عين تدلس. نعم بصح الاخر قيمه خليفي. نعم شتي هذوك القواطين هذوك كانوا دايرين القواطين ويتلاقى احمد وهبي مع الشيخ الجيلالي عين تدلس ولا حاجة احمد الخليفي احمد هذاك يقول وداك يقول هذاك يقول وهذاك يقول صبت والله يا حمو خويا حاضر انا حاضر في 85 وفت معاهم بيان سور فت معاهم على همي سقستني اختي قلت انا كبرت معاهم. شوف هادو ما قضبوش روح القلب يقول لك يا رب انا ما تعلمت حتى قطرة. ومن بعد يجي احمد وهبي يقيسها يا ولما قال لها شيخ قال له كاع الاقدميه تاعنا وما تعلمنا والو هذه قالت في عين تدرس.
سبحان الله. شيخنا لو كان يسمعنا حاجه. لا كاع حاجه ما تعرفوهاش انت ما تعرفيهاش. روح خذ ما كاش مشكل. مستغرمي هذا. مستغرمي. لوجي تاعك منين؟ انا بويا زايد في معسكر. معسكر على بالي. ما زايده في معسكر. نعرف هذه. خويا بن عمر زايد في معسكر. 30 عام نعرف الشيخ. انا زايد في بن حنيفيه. ولادي زايدين في مصغاليم. اللي كبير يبقى كبير. نعم. والصغير يبقى. شوف هذاك الموزايك مصغاليم ومعسكر. حيوا كل السكان تاعنا تاع مصغاليم ومعسكر وجزر العاصمه وبجايه وتيزي وزوب ومرداس كلهم جزائريين. كل 48 ولايه. لا هذه انا غنيتها اون 92. الزعفله. جزائر زين. لا خاطر راني حارس روحي منك والله العظيم. دير لك كاميرا كاشي. والله ما يديرها. ما كذبنيش هذه خمس سنين يكذبني اليوم. على والله ما تكذبها. جزائر زين. غير الدور انا غنيتها 92. جزائر زين طلوطان كنجمه من بعد تبان. حنا اخوه ماناش عديان وهذه عين صابتنا. ان شاء الله نولوا كي زمان حتى حد ما يفرقنا. نولوا بعضنا بعض حنان يد واحدة ما تصفق شيء. حنا كلنا خاوة والجزائر مهمتنا. أكيد. ما بيناتنا عداوة كلنا متحدين. ما نبغيش بلادي مغيمة. ما نبغيش ولاد بلادي مفرقين. نبغي بلادي همتها همة. ونبغي ولاد بلادي متحدين. نبغي بلادي في العالم يا رب. في العالم. نبغي بلادي في العالم قيمتها قيمة. كما وحدتنا 54. الله يبارك. على هذه السنه ان شاء الله دائما تتالف القلوب تاعنا ان شاء الله. وان شاء الله كلنا اخوه في فيزا الجزائري اللي ولات احسن من من سمعنا عليها الشمال. فيزا نسمعك نعم. سمحي لي حسيت روحي عطشانه وما قديتش نروى من الكلام تاعك. اكيد شيخنا هادي شرب الماء داك نجاوب. لا هو داكن جاوبه تنطبق المكتبه تاع داكن جاوبه. مكتبه مكتبه نقولها نعاودها. هذه مكتبه هذه نعاودها داكن جاوبه. مكتبه فنيه وثقافيه مش جميعها مدرسه. اللي كبير يبقى كبير. نعم. والصغير منه يتعلم. ما كاش كيما العز والتقدير واللي بغى يستفهم الا فهم يتفهم. انطرش اسمع يا حبيبي. مازلنا احنا واش تيدير من يكرهنا؟ اش تيدير من يختفنا؟ ما يدير والو اللي كرهنا. نوكلوا عليه رب العالمين. امين يا ربي. مازلنا احنا يا حمو شكون قال احنا كبرنا؟ يعطيك الصحة. شكون قال احنا شرفنا؟ ما زلنا للنقار طايقين. والله انا نبغوا النقار. واللي يخالط يخالط الكبار. واللي يخاف يخاف من العار. الساجي يزجى مع الساجين. ما زلنا احنا والفن البدوي الوهراني تاعنا حمد وهبي والبلاوي شيخنا والشيخ حماده الشيخ الفنانين. خاطركم شي شيخ حماده بلاوي وهبي ما يكونوش فعلا. بون هنا وين نقول نجاوب خويا ام حيني وهان كايدي معروف عبد القادر الخالدي معسكر مهد جدادي ومستغاليم قرة العينين. الله الله الله. سمعوا يا ناس سكر مستغاليم. سمعوا شيخنا توجو مستغاليم قرة العينين. ديرنا حاجة المشاهدين اكيد راهم ينتظروا سواء داخل لاقي يا ربي لاقي ونرجع واقي في الوهرة. الله يحفظك الشيخ. راني نرجو فيها نترجع من دلع الجهة أحمد ميكروفون ما طابر قاديها أحمد هايج هيجا والمرسول ما جا لاقي لاقي يا ربي لاقي هذي تاعك نار شواقي في وراني. لا راح راح خليها على الله. غنيها لي غنيها لي بالموسيقى. من ذا الجاو هي أحمد ما طبر قادي هي أحمد هيج هيجا مرسول همجا قل الشهديات شطاني راني نرجع فيها نترجع من ذا الجاو هي أحمد ما طبر قادي هي أحمد هيج هيجا مرسول همجا قل الشهديات شطاني لقي لقي يا ربي لقي عرش واقي في الوهرانية لقي لقي يا ربي لقي عرش واقي في الحمروية
بشي المجالية عطشتاني وهت محاني سولها ما جاني ها أحمد كانت خويا ها أحمد عيني لطير ماني في خير شارب شي المجالية راني نرجع فيها نترجع من دع الجاو ها أحمد عطا برقادي ها أحمد هايش هيجا مرسولها ما جا قل الجهدي عطشتاني لاقي لاقي يا ربي لاقي عرش واقي في الوهرانية لاقي لاقي يا ربي لاقي عرش واقي في الحمروية نسين هالهيفة عشر حوت الحيفة طيفة طيفة يا أحمد وجمرة يا أحمد بند العيضة يا والعشيقة وكان ترضوا هذا السوخية نسين هالهيفة عشر حوت الحيفة طيفة طيفة يا أحمد وجمرة يا أحمد بند العيضة يا والعشيقة وكان ترضوا هذا السوخية راني نرجع فيها ندرجع بند العنشة وها أحمد ما طبر كدي ها أحمد هيج هيجا مرسول همجا قل الجهدي هاتشتاني لاقي لاقي يا ربي لاقي عرش واقي في الوهرانية لاقي لاقي يا ربي لاقي عرش واقي في الحمروية شفار احمد هانت بيا احمد شاكي صبار من رب البهار ولا جبال يشفي ما بيا ليلي ونهار مدمرت دمار احلت الاشفار احمد هانت بيا احمد شاكي صبار من رب البهار ولا جبال يشفي ما بيا راني نرجع فيها نترجع من العلجة وها احمد ما طابر قادي احمد هايش هيجا والمرسو ماجا قل الجهدي ويا تشتاني لاقي لاقي يا ربي لاقي عرش واقي في الوهرانية لاقي لاقي يا ربي لاقي عرش واقي في الحمروية من در عذرة عذري ما يبرع سنت النظرة مرجينية سنت محبة جلبتني جلبة طبا طلبة ها أحمد ما نفعوني ها أحمد من در عذرة عذري ما يبرع سنت النظرة مرجينية راني نرجع فيها نترجع من در عالجا وها أحمد ما دبر قادي ها أحمد هايش هيجا مرسل همجا قل الشهدي ويا تسقادي لاقي لاقي يا ربي لاقي عرش واقي في الوهرانية لاقي لاقي يا ربي لاقي عرش واقي في الوهرانية لاقي لاقي يا ربي لاقي عرش واقي في الحمروية لاقي لاقي نار شواقي في الوهرانية ونقول لاقي لاقي نار شواقي في الجزائر فكرتي فاصل في شي فتحي الله يحمي نعم فاصل ونعاودو هذه كاع غنى وهذه كاع هذه الغنية كاع غنى وهذه والله فكرتي والله يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم نعم. ولي مات الله يرحمه نعم ولي حنا الصحة قايد الحياة يا سيدي انا نقول لهم يا سيدي غنوا الغنى تاعي حتى تشبعوا مسموح نعم بالصحة مسموح للأمانة يذكروا الاسم للأمانة لا لا والله يا لا لازم معليش لكن كنغني الأغنية تاعك نذكر قال هذه الأغنية اللي الشيخ عبد القادر الخالدي معليش ما فيها والو يا مدام فيزا هذه للأمانة هذه العقل هذه للأمانة الإنسان الفنان اللي يكون صادق المفروض يذكر اسم الأغنية تاع يجي النهار ويذكر يجي النهار إن شاء الله إن شاء الله نتمنى ربما عنده 18 عام ولا 20 عام غدوة من يكبر قال
واه انا غنيت الغنيه تاع الشيخ عبد القادر الخالدي، غنيت تاع الشيخ الجلالي حتى يتعلم، حتى يتعلم الشيخ النعم، حتى يتعلم. نعم اوكي. خاش الغنيه اللي عنده تاع دي سبب، دي سبب تسلم عليه الشيخ نعم. نعم الشيخ نعم. وثاني تاعنا سلم عليه الشيخ محمد العاليه. الشيخ محمد العاليه يعجبني في الطبع الوهراني. نعم. الشيخ محمد العاليه واه الشاب لا الشيخ لا شيخ الشيخ اه وي اكبر دوك يدير لنا، دوك يدير لنا غير بالك مع الشاب هذا، هذا دوك يدير لنا كاش كاش كاميرا كاش غير بالك مع الشاب اللي كبر ولا شيخ. والله ما يديرها خمس سنين هو يتبع فيه، خمس سنين هو يتبع. والله ما يديرها تعرفي على بالك هذه وديري فاصل هذه حلات، هذه حلات القعده. شيخ مصطفى بن ابراهيم الله يرحمه بلا فاصل، بلا فواصل خلوها وصايدين صح. شيخ الشيخ مصطفى بن ابراهيم الله يرحمه مغني مطول الليل وفي الوهران ساكنه غزالي. طيب شي يقول، يقول راح شبوبي راح وين اللي من الصغر فاتو بان الشي بنصح في اللحيه وران عاتو يا حسره على الراح وسحب القعده يواتو. الله الله شوف شوف زعما حاجه تترسك انت لا تترس عطينا البنية، عطينا اكابيلا ماشي شعبي. خويا خمني خي موت مني اكابيلا دروك شا تبغي اكابيلا ماشي شعبي روح شا تبغي نبغي روح اسمعني بدوي طابع شباب طابع شباب نعطيك الطبعة تاعي ها نعطيك الطبعة تاعي تعطيني ولا في الوهراني لا الطبعة تاعي وهراني طبع انا من الوهراني ما نخرج كي تقولي شعبي شعبي كي تقولي حوزي بدوي كي تقولي شعبي بدوي هاوديها قول ليها طابع تاعك طابع تاعي اما ها بويا بحليبكم رويتوني اما ها بويا يا بدمكم سقيتوني اما ها بويا ويلا غبنتكم سامحوني جه ربي يا والدي غير ترضاو عليا جه ربي يا والدي غير ترضاو عليا اما ها بويا توم الخير والبركات اما ها بويا بيكم يتعلى ساسي نروحوا الفاصل يشير لي عمر المخرج نروحوا الفاصل عودوا نرجعوا مشاهدينا الاعزاء بقوا معنا الى غايه نهايه هذه السهره الجميله والرائعه التي طبعا زينها كل من شيخنا عبد القادر الخالدي كذلك الممثله الكبيره لي يعني وجه تلفزيوني وكذلك في عالم عوالم السينما والمسرح نورا معنا وحمو هذه بلا حميمو افهم شي هذا عمر ما مال عمر شي زينو راه يشرب لي تما مقبيله نشرب شي غير دروك قلت لك الصوم ما كاش ولا ولا مقبيله نشرب زغ زغ على زغ امس مقبيله نقول له راه يقول لك هو كمل كمل والله داوت بدا العشيق هذا خير خير معنا زينو تحمو زين اسمع راه معنا الفنان زينو معنا الفنان قادر سنة داكو بصح ملي نهضر معاه يقول لك كمل لا بصح دا دوزا دا اسمع لا دوزا بوديها لي اسمع دوزا بوديها لي بلح مع النعام غير بالعقل لما لا لا قادر الفنان عمك كوكو اسمع كوبير معاه قادر الفنان قادر الفنان داكو ما تقوليش نحبس هذوك انت حكم الصوم انت تدير الصوم ماشي المخرج خاطيه معلش معلش حمو ما انا ما كملتش لك حمو نقول لك واحد الحاجه لا لا والله نقسم لك بالله ما ديرها لي وتطلع لي السم السابع شيخنا قلبه كبير يا حسره هذا عمر اسمع يا ناني موالف قسم من بالله يا ولو كان نقعد معك الربعة تاع الصباح يا انا مجاهد بو في الفن ديرها لي تايا ديرها لي انا على بالك انا في شوف مين تقفل شهرين عقل عمر عقل المخرج عقل المخرج انا رحت معاك ارجع 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 انا درت سوالف انا ندير لا انت ما تعرفيش ها كسر انا كسر قطعوا قطعوا الكاميرا تاعي يا جماعه اسمع هذه تقول لي حبيبي 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 ولا غبصه لا لا ترى ولا مشيت والله سيري راه زينه والله راه صنع بلا راني عيط صاحبي والله الا تعدني بغيت ديرها لي دروكتي لا صون قال صون ماشي بالله
حمو بغا يدير هاكا كاميرا كاش علي بيران طافي زينو علي باش من بعد ما تقوليش لافو تاعك بيلا وراه طابع ماشي لافو تاعي لا راك شي هاد حمو وا بلعاني بي صافوتو بيتك هنايا حمو بغيتك الله يسترنا منك قولها لي زعما كاين مين كنا الفطور قلت لك قلت لك كيفاش الناس عرفوا كاع عبد القادر والله مين كنا جبلك وراك ها؟ ما تانونسيش الفنانين شكون؟ قال الفنانين وصاي مين اسمي؟ كي انونسيت على بالك انا تعيطوا لي في التليفون قالوا لي خالدي اسمي؟ مين كنا نفضلوا؟ ودي عز روحك الله يسترنا من الوالد انا قلت والله انا معك سيري بزاف غادي تروزيام فوا علاه؟ خير ما نعاودوا خويا سي تخو هذا المصبر انا قلت انا مازال ما لقيت خويا سبحان الله السيد راه شكون السيد؟ مين قاعد يطلع عبد القادر عبد القادر يا ارواح خو بلاصك قول بلاصك ها قول بلاصك لا قاعد قول بلاصك كمل دير لي لا بريزي في تاعك بلاصك عبد القادر جبت روحي حمو البارح وصلت معاك صاحبي انا خويا راني دابا شوقي من فضلك شوقي صاحبي شري كاس تاعك صاحبي على طار شي طار شري كاس شوقي شري لك صاحبي شوقي هذا خمس شوقي غير بالسياس بالعقل خويا صح ساقلي العين معليش شوقي ساخن خدمو صح على باغي بشويه جماعه غير بشويه ما تقلقش حمو علاش كدير هكا انا دغاني ما دغاني نجيب لك كبي كاش بالدار نجي انا عندي ضيف عمر الله يخليك غير بشويه شوقي تنرفش خويا حمبوك شوقي غير بشويه قال لي ولا قال لي العاد تخرج هذا قال لي قال لي الساعه قلت له والله كنا نفطروا قلت له نقول لك حاجه الله يسهل لك هذا خير خاطش هو في طبيعي انونسي دائما اللي ما تانونسي هذا ستار خلي السر خلي عمل الرسول صلى الله عليه وسلم واش قال لك قال لك تبغوا ديروا حاجه انا فيا ديفو تاع ديفو شتا ولا انا ما نكتبش عند الطلبه اه هاني ها خلي باين نهضر شي كاين دروك نار شاف باين نهضر شي كاين الدنيا راهم يدروا يكذبوا بصح انا راني قاعد على وضوء على طهاره الحمد لله انا قلت راني ضيف عندك الحمد لله نعرف عادي انا ما سمعش فيك هنا معليش شيخنا معليش علاش قلت لك يا ودي راني عارف عيش راني نهضر مين كنا نفطروا قلت لك يا ودي الله يسلك على خير اما انت شرا تدقق عليه على تعمل صرا حاجه ها راه يصبق ها تو ساك تعمل صرا حاجه وتعرف يا سير حمو غير بالسياس نهضروا غير بالسياس هادي ما انا كنت زكور روح حمو روح ما خدمش معاه روح حمو ما خدمش والله لا ما خدمش حمو انا حمو تشدي خلاص شوقي الله يحمبوك شوقي لا نعاودو مي مي سايق من كمية صوت اللي راه يصرا لك بعد ساعه سايق لا تاني لا شكون ضيف صح ما عندوش معايا هذا شكون وين ولا غير عبد العصاي شوقي عمر انت المخرج تتحكم في الامر شوقي انا نهضر نهضر يا جماعه هذا ضيف غادي يروح دروك في مستغالب الشيطان 44 عام فن انا خاطيني ما نشارج كاع راكم سيغ لو نير ما فهمتش انا قلت لك عفني خطيني عييت فيك خطيني صاي راني بحفاي داك الشيء مازال مازال صح ساقل لي قال لي العيد قال لي والله لا في الفطور والله لا في الفطور قلت له حنا كون صبنا هذا اللي طلع هذا البدوي الوهراني انت يا نرفيته عليك لا فاصون دي لا في قول لي حد واش قلت لي لا خرج الميكرو عاود على الجديد انا نقول اش شوقي شوقي عمر بن شوقي مالك اش شلينا باش ما نقول كلمه اخيره حبو ريح لي يا خويا ساعه حبو شيخ أو واحد يسكت الاخر ينوض لا صحفي يا شيخ لا والله ما كان حاجه الله يحفظك شيخ بارك انا قلت لك والله قسم من بالله با كاميرا كاسي شتاك اسمع تقول ما يدير لا صافي صافي
شوقي بابا شوقي فريك كوميديا شوقي شوقي خويا انت بديتها تدخل معايا انت اللي بديتها يا خي انا والله انا شوقي البلاد تاعي شوقي بسمع يقول لك خمس سنين انت كنت هذه حمور رمضان زيد صمت انت يا موسى خمس سنين وين تبع فيك والله الا خمس سنين هضر عليك حمور يا هضر صالح وعدك انت شوف يا حمو يا ولد امه يا حميمو وما نخلفها لك جابت فيا ما الخلع لازم تعرضني ودي كيزي راه شي مالك خلع يا هاك ولا غوبلا وطلع لا صار روحو نولو امام الله اما اللي دروك انا نحلفوا عليه في زادق باش انت درتها لي ليكيب تاع الباهيه تي في هما اللي داروها لي وش قال لي سيدي قال لي قال لي ايه ولا سيدي احسن تحبوا بيني هذه قال لي تيا كم دي هذه صحابي تيا كم ولا عمي حنا خاطينا الطلبه ما نكتبوا مره نقول انا ولد عمي جيت على الطهاره شوقي العيوان يا خاف العيد الحق بيه قلت اصلا بعد وجه صلي لا والله العظيم ما صليت المغرب عندها في داره طيب عيشة خيبة طفر فيها العيوان درت هذه الصعبة ما يكبر حمق شو حلوة تسعد ونسل من جوس ربع لا سبعود هلا العيوان سيفري العين حق والله العين حق عطيني براسك ريدي فصل واه تاع كاسبيره هذه 35 عام حبه معنا لا انا ما على باليش انا ما على باليش قلت له والله ما ديرها لي بصح مين شتكت كدو وجيت مقلع بالوضوء بعد جينا الرب العلي اللي بيطفرها فيها زاد ثاني هذا الخروف هذا الخربان هذا وهذا يتوه هذا اوه الباهية ما تدخلش في وسطهم والله ما خاطيني انا جابت روحي والله ما على بالي كاع روحي يا ودي لاقي لاقي والله لاقي وعد الحاجة بعد روحي فاصل صايع على بالك طبخت والله العظيم الدم طلع لي وانا هذاك مهندس الصوت قلت له والله نقعد معك دوكا 6 تاع الصباح نفيلمي معاه وانا صايم معليش عند ربي لو كان درتها لي وحدك عندي قدام تطب عليك ديها لك كنت درتها لي وحدك بصح شولا كنت متغامس مع ليكيب شوقي شوقي زين وعبد الرحمن وعمر هادو حادو تفقوا في هذه اللحظات باش يديروا كذا فايزه تعرفني انا شاسه حسنتي اسكن جنب ديال الدار وعايش خارج الدار ولا يديرها لك يديرها خلينا من هنا الحلفات نجيك للدار قال لك نديرها في الدار هذا الباب تاع الدار نديرها لك الا كاش ديرها لي في ديسمبر شوقها لك عاد خرج بحاجه كنت درتها لي وحدك انت كنت مع كي يقولوا هاد التعايير مافيوس ماشي اللي كيف لا ماشي مافيوس خداعين هادو هو الشيخ كيروحوا الشيوخ لا وهذا قرا في دلو طورا ما قلت انا بغيت طفر فيا ولا بويا يا راه دفع هاي دفعتكم يا دير فيا وما شد لي من قلت يا خويا قلت راني ضيف عندك مستغالي معرن مع قلت راني ضيف عندك قال لي الشيخ سامحني انا وين تردخ ونقعد نسلم عليهم ما شدوك وجدوك كان المخرج داخل معاكم طبعا مشاهدينا الاعزاء بعد هذه الكاميرا كاشي اللي يعني تبنات الفكره هنايا من طرف عمر شوقي عبد الرحمن وزينو يعطيكم الصحه يعني الفكره كانت وطبقها فعلا يعني لا قال لي تا كما يطيحنيش هذا يخرف فينا
تبان هذه الكلمه على هذه الحلفه اللي خليتو ديروا خلاتكم ديروها هنايا حرام عليكم والله. اللي خرج الشيخ الشيخ الحق زينو زينو مقلع باللوطو ويقول لي راني ضيف عندكم يا ودي راني فاجتك على ضيف اخرت ربوك راني ضيف ندير لك زين كيسين سمع هذا كاميرا كاشي اللهم يا ودي راني ضيف عندك سلم عليه وسلم على راسي قال لي الشيخ سامعني ادخل نورمال نوت تايو والله من اللعبه ربي جيت نسيس وعد انا ناضلي ويا فرد كل شيء من تحتك حتى المخرج يدخل معك في اللعب هذا هو داعي تاد الاستاذة. وانا اقول لكم مشاهدينا الاعزاء حرزوا روحكم من حمو غندير لكم واحد المقالب تاع لي كاميرا كاشي لا ما داك زعاد ماشي كاع داعي ما يجونيش مش كاع فنانين اللي يحسب روحه انا وانا تقول لي لا هذا قال لي انت يا انت هذه خدمتي بصح الناس اللي جو ضياف مرحبا بهم وتحيه لهم بصح هذا تاع انت يا انت ربعي لا تعفن ترى لا هذه ماشي طبختني الله خلينا نكملوا تاخر فيها طبختني الله يطبخك امين يا ربي دعوه واعره من عند الشيخ والله تلحق لك يا حمو خاف على روحك والو والله ما نبغي الشوكه تدقها اه يا شيخ والله دقيني شوكه يا انو صبي صبي ما تصبيش عليا تيجي حمو خويا ويغطيني بالزربيه تيجي حمو خويا ويدير لي كاميرا مشاهدينا الاعزاء بعد الفاصل وسنعود اليكم دائما مباشره من فندق مرمره في وسط هذا الديكور الجميل اللي اتات المغرب العربي وكذلك هذه الحلويات الجميله جدا اكيد راح نذوقوها من بعد لهاجره السيده هاجره ماي دريم بقاو معنا الى غايه نهايه هذه السهره الجميله والمتميزه بضيوفها وخاصه احنا ما نخرجوش نقعدوا في بيوتنا احنا ما نخرجوش نقعدوا في بيوتنا دائما مشاهدينا الاعزاء تستمر هذه اللحظات الجميله من هذه السهره المتميزه قل دائما بتميز ضيوفها الافاضل هاد النجوم اللي جاوا معنا وحضروا معنا تلبيه طبعا لهاد السهرات الرمضانيه وتلبيه لدعوه حمو نرجعوا لنورا نورا لو كان نتكلموا على بعد المسرح بعد المسلسلات التلفزيونيه كما نروحوا نعرجوا الى الافلام السينمائيه افلام سينمائيه خدمتي مع مخرجين اسماء ثقيله نعم خرجتي مع خدمت فيلم مع اوغلا لوا اوغلا لوا نعم. رشيد بوشارب شارب نعم واظن خدا جوائز كبيره شويه زعما ما هو اوغلا لوا راهو هضروا عليها كي صرا ضجه كبيره, كبيرة. في 2009 الوسط في الوسط نعم في الوسط الفني السينمائي الفني لانه في المهرجان الدولي للفيلم العربي اللي كان يقام بوهران تحت ضوء وهران هذا يعني كان يعني عرض في احدى قاعات السينمائيه تاع وهران تاع رشيد بوشارب اوغلا لوا نعم اوغلا لوا فتحت في كانا باش يكون على بالك نعم وكذلك كاين مخرجين خدمت اوغلا لوا مع رشيد بوشارب شاركت مع فنانين كبار مثلهم جمال دبوز رجدي زام عبد القادر ساكتير تاعنا اللي نحيوه تاع مغنيه ونقولوا له صحه فطورك خدمت مع رشيد بن علال نعم امبيس نومي ديزير درنا نعم. هنا في وهران نعم في 2010 وكذلك مع كريم طريديه وخدمت ثاني فيلم مع كريم طريديه العنوان تاع سيمون فيلاج سيمون فيلاج درناه نعم. في قسنطيره نعم هذاك درناه في 2015 شو من الشخصيات الكبار اللي ربما حالف الحظ نورا وخدمت وجوه كبيره ومعروفه في الوسط الفني حبيت نعرف امام من وقفت نورا في الافلام السينمائيه هما والله العظيم كانت وجوه مختلفة وكانت كبيرة بزاف وكانت الله يبارك عبارقة وكانوا عمالقة نعم ونحييهم كامل وما نقدرش نفضل واحد على واحد كلهم نعم. ثقافة وعلم وكلهم مستوى عالي ما عندي نعم. نهضر فيها ونروحوا مع مصطفى بلا حدود مصطفى نعم حيي ثاني وقول له صحة فطورك عيني على عينك درت معاها عيني على عينك نعم 2002 ولا 2003 حبش الجوارين حبش الجوارين نعم درت معاه ثاني ان مينوت نعم تاع ان مينوت هو العنوان تاعو ان مينوت لعبت مرت قدور
اخر اخر عمل هو اللي المخرج رشيد، فيلم تاع الامنيه الاخيره. الامنيه الاخيره نعم، الامنيه الاخيره لعبت ام ورده اللي نحييه تاني رشيد نكاع. رشيد نكاع خويا نعم، واللي عشت معاه بزاف. نعم رشيد نكاع المخرج تاعنا، نحييه حتى هو نعم. ونقولوا له صحه الامنيه الاخيره. نعم اللي درتي الدور تاع لعبت تاع سعاد ام ورده نعم ايه. وكان يعني يعرض في 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 قنوات يعني قنوات. بصح الفيلم تاع رشيد نكاع ماشي هو العمل تاعي الاخير. نعم العمل تاعي الاخير كان في 2019 هو مسلسل ولاد الحلال. ولاد الحلال يعني كان عندي مسرحيه تاعي الاخيره هي في 2019 كنت نتورني في ولاد الحلال ونروح نتورني في المسرحيه اللي بيتي مسرحيه مع الاستاذ نتاعنا محمد ادار نحييه. نعم. حيوة ونقول له نعم. صحه فطورك والله يشافيه وربي يخليه لنا ويعزه لنا ان شاء الله يا ربي. درت معاه مسرحيه، درت الدور الرئيسي شريفه، دور تاع شريفه، والمسرحية نتاعو تهدر على الحراقة. نعم موضوع جميل وموضوع مهم جدا، وخاصة صح. يعني عرفت الجزائر في الأونة الأخيرة يعني يعني كثير من الشباب راحوا عن طريق قوارب الموت. صح. واللي مات مات واللي وصل حتى أنه ما راش في حياة سعيدة إلى غير ذلك. صح. فنتمنى أنه هذه المواضيع لما تعالجوها تعطي ثمارها من خلال أنه الإنسان لما يشوف يعني واش صرا يعني حقيقة. ربما الشباب تاعنا الآن الوطن هو بأمس الحاجة ليه. صح. وكذلك شباب تاعنا هو بأمس الحاجة للوطن تاعه ويحتضنه. وما ننساش فايزة خدمت مسرحية تاع صندوق البوهالي. نعم. مع جمعية عبد الرحمن كاكي، ناس مستغالي منحييوهم. نعم. تهلوا فيا بزاف بزاف. فوت معاهم ست شهور فوتناها. شوفي من 6 تاع الحشية لوحدة تاع الصباح اون ديغي با بلي راني نتورني وراني نتعب. نعم. وفي المواد جونفي. نعم. نحييهم بزاف بزاف، راهم خوتي وحبابنا وربي يخليهم، ونسلم على عبد الله بصغير وكاع جماعه تاع مستغاليه كاع يسلم عليك. راح ربما الشيخنا واش يقول لنا يعني. حبيت نسمع حاجه قصيده هكذا قبل ما نروحوا للبقالات. معليش حمو تفضل سي البقاله. راه الضيف تاعنا شيخنا. راه الضيف تاعنا والله الا خلفتها منك يا عم. راهي في قلبه والله الا خلفتها منك. ابي الداشة جيب غرفه كاميرا كاشي بالقدر وبالاحترام. سامحنا الشيخ سامحني وانا نقول له راني ضيف مازال تخدم لي لدروك. 5 سنين حارز راهي تعجبني. على حمو على كوم كوم كوم. هذه غير اسال الشهاده طرفت له. هذا بوقل سي ضرب بوقل. قلنا قصيده شيخ. خلينا حمو غادي يهب لنا اليوم نخدموا قارع خلق تغني بتروحه. يدير لنا قصيده مش الملحون. انا نسمعوا بلا على بالي كل والله لا كل المشاهدين راهم يستناو فيها. انا راني على بالي جا الكاميرا كجي على البقاله تاع الغنى تاعك. والله ماني عارف جا خوتني الله يخلدك ويخلد ذي امك ان شاء الله يا ولد. يا الربح ما تشوفهاش يا ولد. صفق شوقي صفق عطينا ديكيب تاع الباهية. معليش ما جيناش وكي جينا حتى أمين راه معنا خويا. درنا هذيك في الوارة ليش هتستعرف خويا انت خلقتك زيد عطينا هيا عطيني يمشي تخاطر براني هاجر في قدنينا هارجي حمود. انا نغني شغل جلالي عين تاتس وانت شغل خالدي. واه هيا حبيبي امشي تخاطر براني. لا كوبلي امشي تخاطر براني ما جر في قدنينا ايه حبيبي رافقني نغدو شوار الزينة ويا الفاطمة نغدو مزينه بعينينا. هيا فاطمة نغدو مشوار العينين. عبد القادر له كاميرا كاشي عينيه انقلبوا يا ولا يعرقسي ولا يصفق لي قال حمبوك راني ضيف يا حبيبي رافقني وشوروا المصاليب كمل رجلي مع الملك. اي هاك بو خلا سيد داخ بلاتك بو خلا رجلي مع الملك يداني ربي والوعد رماني رهبت ما شافت عيني ماذا صنع جبريل واخويا ويا الفاطمة نغدو بزينها بعينين. بسم الله ها خويا ها
هاك تكلمت فيك الله يجعل سعدك نصيبها مسود انا بعيد شرك خليني تيول روح اي اختي اي دربي بسم الله اي اختي تربحتي لوطك وما يبحبوا له هو عاطي هاي تقرا عيب تقراش عيب تقرا انا لا عاطي تكلوا لا هي تقرا هذا انا بشي اقرا له اطلب لك حاجه واعره اي اختي اقرا لها كيف نزيد ضرب الخفيف تاني هذا يقدر لي يكتب عن طلبه هذا يا خويا بيسر بيناتنا معليش خويا اعطي لك شعبي بدر من الحنجوره اخدم اخدم بسم الله بسم الله هذه تعمل نرجي تاعها تاعك انت بسم الله بديت وعلى النبي صليت الله يسلم وهذه البقاله يا عبد القادر ليك هديت الدالية دلات ودل العنقود خلي القمر ينكشف والسحاب يدوب وخلي للا تنسى تنال المرغوب اوه يا عمويا هم يقول حاجة يا عمويا والله انا خلطها لكم هذه تاعها هذه تاعك تاع تمن هذه خلطها لكم تاعك تيم واه ابي سامع عليه شرح قلها لي هذه ليها هذا ما استهجلت قلها لي هذه لا هذه بسم الله بديت وعلى النبي صليت صلى الله عليه وسلم هذه عبد القادر ولا لا هذه عبد القادر بس انت خلطتيها بلاش معليش هذه النور قلناها نور قلناها لك سمعتيها نور هيك بسم الله بديت وعلى النبي صليت ويا عبد القادر هذا البقاله ليك نويت علاش يا سيدي التخمام رحمة الله واسعة وكبيرة لو كان جات بالكلام نتحدثوا ونعطوك تدبيرة بصح كل شي بالمكتوب ويا عيال خير يبان وتزول عليك الهموم وتروح الحيرة هذا همي هذا هو الهم تاعي معليش معليش عمر نعاودوها لنورة بسم الله بديت وعلى النبي صليت وهذا البقالة يا نورة ليك نويت الدالية دلات ودل العنقود خلي القمر ينكشف والسحاب يدوب وخلي للا تنسى تنال المنغوب وانا المشاهدين الاعزاء عمر ما قريتي لوحدي عرا المشاهدين وندير القريب ما نتايا انت راك معايا ما ديركش البقاله ندير المشاهدين والضيوف هذا مكان هذا هو اش قاعد تاخذ خير انا ندير لك وحده ماشي بروبليم ماشي بروبليم ندير نقرو لك وحده هذه بروبليم ما كاينش يسلك علي هادو المشاهدين وكل جاليتنا اللي تشاهد فينا خلال هذه السهره الطيبه المتميزه عاقدوني ويو بسم الله بديت وعلى النبي صليت صلى الله عليه وسلم وهذا البقاله ليكم يا احبابي نويت أصلك أصلك وما ينفع غير الصح مولات النية الصافية عليها ربي يفتح تطول ولا تقصر يجيها السعد والربح يا ربي أوه مشاهدي الكرام أكون ربحين السعدكم جاء جاي قول لك حاجة إن شاء الله قاع أولاد الجزائري يخدموا قاع بنات الجزائري يزوجوا إن شاء الله ما تشرطوش بزاف ما تشرطوش بزاف وكان نسكلم فيهم هكا ولا الكاميرا كان شي يدخل بس خلي بخلوين نعطي لشيخنا سؤال ربما شيخنا كيفاش راك يزيد فضلك كتشوف الاغنيه الجزائريه والله نعطيك رايي الخاص كل طبوع تاعها بدون مراوغه تفضل اغنيه جزائريه راهي بخير الحمد لله هذه يديها من عندي نعم اغنيه جزائريه راهي بخير اذا كاين شبان راهم يغلطوا في الكلام تاعهم نعم نصيحه لتوجه لهم شيخنا لا نصيحه اللي نوجه لهم نقول لهم يا ودي الى راكم في سن المراهقه ما عندي ملوم فيهم نعم واذا كان بالغين فاتوا لاج تاع 24 عام 26 عام ويبقاو في هذا الشكل انا نقول لهم خافكم لا تكبروا وتندموا خاطر كاين بزاف اللي يجبدوا روحهم نعم وكاينه حاجه اخرى اذا كان سمعتيني يعطيني ربع دقيقه بركة تفضل وهذا العام حمو كانت عندي سهره في تياتر دي فورديور هاك حاسي واحد جون صغير من يكون صغير يشوف واحد معروف كذا يبدا رايح عليه وجاي يحوس يهضر معاه يحوس يحشمه يحشمه عيط له قطوع روحه ريح با فقت به كيما كنت انايا نحوس نشوف درياسة نشوف بلاوي روح 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 فيها روح هيا خلوتني الله يخوضك ويخوضك بلا درخوضك بلا درخوضك
جا قعد حدايا قلت له ودي انت شارك دير هنايا عندك خوك موسيقي ولا عندك؟ قال لي لا جيت نغني. قلت له انت شا تغني؟ قال لي نغني الراي. قلت له علاه ودي وعلى ما تغنيش الوهراني؟ بويس كنت راك ولد وهراني وكذا وكذا، تغني كلمات يكونوا نقيين، راه عندك قود البركان، عندك بيبك، عندك الشعراء سيدي يلحن اوليك بزاف. طاش يجاوبني قال لي والله يا الشيخ اللي نبغيك. والله العظيم الحمد لله هذاك مازال في راسي. ارجع قلت له شوف نعطيك نصيحه في سبيل الله، الى انت من القدام وتكيت بروحك وصبت ناس يوجهوك، روح غني الوهراني ولا غني البدوي ولا غني الشعبي ولا غني كذا. روح يا سنين، روح يا سنين، روح يا سنين. يجي عندي هذاك لو جون نقول لك من بعد 7 سنين ولا 8 سنين. شوف اسيدي والله يا عم اخويا جا عندي قال لهم بلي يهودي باغي نشوف عبد القادر خالدي. قلت له طلع هذاك لو جون يجي. طلعته قال لي الشيخ ماكش عاقل عليك. قلت والله ماني عاقل عليك. من بعد سنين قال لي الشيخ نقول لك حاجه، قال لي تبعت النصيحه تاعك ما شاء الله. شفت النصيحه والله العظيم وبالك ربما راه يشوف فينا. نعم قال لي روحت تبعت ستاج وتعلمت لا سودور وقال لي الفن قستو. نعم عرفها بصح اسك كان عندها لافوا ولا لا؟ لا ما سمعتوش خاطر هما اش كانوا يديروا؟ كانوا يديروا كيما نقول باغزوم يجيبوا 4 ولا 5 هوات صغار ومن بعد يجيبونا احنا زوج اللي معروفين. لا ماشي دي جوري، لا لا نغنوا في الحفله باش نجيبوا الجمهور وان ميم طون هذوك 4 ولا 5 يجوا العائله تاعهم يسجعوهم كذا هما يديروا لا بريمير بارتي وحنا نديروا لا ديزيام بارتي. خاطر قلت له شوف اولدي انا نالي تبعت الفن انا كنت بشهريتي، نالي كنت معروف انا كنت بشهريتي. نعم انا كون بغيت انا السلسله طردت لي في 85 ما الله يرحمها. الله يرحمها والله ورزق ربي صلاح ما ديش ديك. قالت لي عبد القادر ما تلعبش بخبزه ولادك رد بالك. قلت لي مشي ربيتك ونزيد نربي ولادك ما تما. اليوم نحمد ربي ونشكره راني بلا روتريت تاعي راني بكذا والحمد لله يا ربي وتلاقيت مع فنانين عطاوني نصايح واليوم انا راني نمد في النصايح اللي بغى يتبع النصيحه تاعي تبارك الله واللي ما بغاش ثاني نقولوا تبارك الله. نعم انا شبا نقول ما انا ما نجيبش السيف على ماما دا اكيد لا اكيد وعلى بالك اليوم بصح النصيحه مليحه نصيحه مليحه. لا انا نقول لهم نصيحه مليحه انا نقول لهم شوفي اليوم الصبح وربع كلمات 5 كلمات راهم غير هما يدوروا. نعم. نبغيك وانت عينيا ونبغيك وانت عمري وكلميني في التليفون. نعم. وما عادش هذاك ماكاش قصيده ماكاش ابداع ماكاش شعر ماكاش ميساج ماكاش شعر ماكاش ابداع ماكاش. نعم وش نقولوا والله ماذا بينا وهادو ولادنا وماذا بينا ربي يهديهم. بصح كي تشوفي البدوي الوهراني تشوفي الشعبي تشوفي القبيلي تشوفي المالوف تشوفي الحوزي تشوفي سطايفي طول عمرك تشوفي النايلي تشوفي تقولي الاغنيه الجزائريه راهي بخير دروك العالم العربي راهم يخونوا التلاحين تاعنا. نعم الله يبارك فضلي يا سيده فايزه يسلمك. شكرا شكرا في حبك وسامحوني الا طولت عليكم. بالعكس بالعكس برص ما يحمو اللي خلفت عليك. كلمه للمشاهدين الاخيره. المشاهدين نبغيهم ونحترمهم ونقادرهم. هما يبغوك. وي انا ملي كانت في عمري 30 عام راهي في عمري 60 عام دروك دائما يعيطوا لي الشيخ. نعم ملي كانت في عمري 30 عام. نعم دائما اغنيت يا مرسولي هدف لي هدف كذا كل اغنية نغني. نعم الله الله الرومية. نعم الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله, الحمد لله. شكرا الحمد لله. على مجيئك. والله انتم والله حضورك معنا في هذه السهرة والله يكثر خير حمو خويا تاني اللي جابني وفي الحق تعب معايا وجا المستغاليم وهو نعم. صايم و نعم. ويأكد ويأكد هو فنان ويبغي الفنانين وقال لي عبد القادر إلا كنت خويا روح معايا الفنان هذا هو الفنان يبغي الفنان ويقدر بالفنان وانتم ما راكم شيوخ ونفرحوا بيكم وكنت عنده في داره نفرحوا بيكم انا شاك داليا شكون لا شومي تحيه البشنات تحيه البارودي لا نسلم على هواري بشنات والله العظيم خويا لما تكون عندي حفله في وهران يجي بارودي بن خده معطي الحاج شيخنا راح الزبير لا سامحيني معطي الحاج صغير نعم حنا نهضروا على الكبار ماشي الجينيراسيون تاعنا راح الزبير
هذاك استاذنا استاذ كبير نعم حي ونقولها صحه رمضان وكل سنه وانت بخير استاذنا الفاضل لانه العام اللي فات كان معنا في رمضانيه البهيه كان ضيف تاعنا ونسلم على خويا البركان نعم اللي هو والبيبك بربي نعم. ان شاء الله بربي ان شاء الله عندي مشروع معاهم ان شاء الله توفيق بعد القصايد اللي ما بانوش غير تبرد علينا هذا ان شاء الله بلمو على بلمو على اوكي بلمو على قنا المغناوي على قنا المغناوي كنا نهضروا معاه الساعه نعم. نعم. ربي يطول عمرهم حي كل فنانين تاعنا العاليه ثاني نعم نحي كل فنانين تاعنا نقول لهم رمضان كريم ان شاء الله برك ندعو الله سبحانه وتعالى ان يرفع هذا البلاء والوباء ان شاء الله وتعاود ترجع حياتنا كالعاده ومستمره ان شاء الله يا ربي واش تقول لنا سيدنا نورا في هذه السهره وكانت متميزه جدا نعم وخاصه بالكاميرا كاشفه الحاجه الاولى اللي نشكر حمو نعم حمو استدعانا جابنا مع المشيخ الله يبارك نعم اكيد مع مدرسه نعم. جابنا معها الله يبارك نعم شيخنا ربي يخليه لنا وربي يحفظه لنا نعم. نشكر حمو بزاف بزاف ربي يخليك حمو خلي قلبك تعبنا والله لا تعبنا تعبنا وتعبناك سمح لنا نعرف قيمة الفنان والله لا تعبنا الفنان الجزائري احترمه اكيد بصح كان كبير كان صغير نعم. الصغير جاي ان شاء الله عرفت البروغرام يفجر عندنا بروغرام كبير ان شاء الله يجيب الكبار حتى الصغار ان شاء الله هي ابواب الحصه مفتوحه للجميع ان شاء الله والله العظيم كاميرا كاشي اللي درتها لي والله بالقلب وانا فات فيها حلفت معليش نصوم ثلاث ايام والله يجعل ربي غادي نجيب فلقك في بلادك في بلادك نلعبها بوط ونلعبها والله يسود لك السعد الربح ان شاء الله ما تشوفك الا درتني كاميرا كاشي وقت اخرى لا الا درتني وقت اخرى فلقك سجرات عليك لعبها سجرات عليك تاع شو ولا كاين حاجة واحدة أنا حلفت باللي ما ديليش كاميرا كاش أوكي أرجع خرفية ها صمت ما أنا أرجع أجد أنا حلفت عاوت تاع نقول لك حاجة خلاص شي أنت درتها لي ليكيب تاع الباهية تي في هما اللي داروها لي صح ماشي أنت أي صح خاطر عليه هذاك اللي أستاذ سلمى اللي هو مهندس الصوت وراه هو اللي زيلو زيلو قلت له راني ضيف أنت تقول راني ضيف أنت تقول راني ضيف راني ضيف شاكا خاصني حبوك راني ضيف أنا نحيي كل الفريق اللي وراء الكاميرا يعني فريمون تزقي تاع بصح عبد الرحمن يعطيك الصحة كراشوش زينو كذلك اللي متكلف الصوت مهندس الصوت وأمين نحيي كل المجموعة اللي راهي واقفة وراء الكاميرا ويعني تخدم خدمة ما شاء الله شباب تبارك الله والمخرج المخرج المخرج الشاب اللي يعني بذل كل مجهوداته يعطيك الصحة عمر بنور يعطيك الصحة عمر بنور تخرب ونشكر يعني نشكرك شكرا يعني نشكرك على هذاك الصحه ما شاء الله ما شاء الله والله العيد والله نخرج عليها والله العيد لي شكرا فايزا عندي واحد الكلمه في اخر الحصه نقولها تفضل سهلي اخر حصه الى بغيت يا ربي اخر الحصه ساعه كملت تتقعد غير تعقل مورايا والله العظيم تقعد غير الى قبلي امين امين مزيانك امين نقول لك صحيت الله يحفظك بارك الله فيك تعب معنا بزاف بزاف شكرا سلمي لي على الوالده تاعك الله يسلمك يا ثاني تسلم عليك بزاف بزاف هضرت انا وياها الساعه نعم تشوفك تشوفك وعندي واحد السلام خاص تفضل من خلال هذا الحصان تاعنا نسلم على شيخنا معزوز بوعجاج نعم ربي يطول في عمره ان شاء الله نسلم على الشيخ معمر نعم الله يطول اعمارهم وربي يخليهم ان شاء الله ان شاء الله وهادو يبقاو رموز تاع مستغاليم ان شاء الله يا ربي الجزائر الجزائر مش فقط مستغاليم ولكن الجزائر بصح 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 كي يقولوا من مستغانم نعم هذيك الجزائر مين يكونوا خارج الوطن نعم خاطر نعم. عليهم مين يكون في تيم قاد ولا يكون في جميله قال وا من مستغانم عبد القادر خالدي خالدي نعم نعم بصح كي نكون في تونس كي يقولوا وا من الجزائر نقول مستغانم ونقول من الجزائر وتوفي العلم الله يبقي ان شاء الله الصحه تاع شيوخنا ويبقي دائما على روسنا اكيد ونحيوهم اجمعين يعني مشاهدينا الاعزاء كانت سهره متميزه متنوعه يعني وزاد طبعتها الكاميرا كاشي هاكي غير تعاودي فيها رفقه حمو والفرقه راهي داخله وانا نشكر كثير كثير رحيم النقافات اللي لبسني هذا اللباس التقليدي الجميل ونشكر كذلك فندق المرمره الاتات المغرب العربي والسيده الفاضله هاجيره صايره ماي دريم ماي دريم شكرا لعائلة رحيم النقافات وشكرا كذلك اللي ألبسني قبل في يعني سهرة الفارطة أرومية بغداد لكل عائلة تاعو هكذا مشاهدينا الأعزاء نقول لكم
صبحوا على خير، صحة سحور الجميع، نلتقي غدا وعلى أغنية جميلة 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 سنستمع ونتذوق القصيد واللحن وبصوت وتوقيع شيخنا عبد القادر الخالدي كونترا على حمو. عاصف عليا أنا ضيفة جدك على الضيفة. ميكروفون شيخنا الله يحفظك. يوم خيرك بالخير أو الصحيبين، خيرك بالخير أو الصحيبين، كان اليوم بالصح وفي تسين، سبحان ما يصور عظيم الشان، سبحان ما خلق رب العالمين، في زين المراعي الشهل والعيان، الزين كان شافوه العيارين، معلوم ينشروا خبرها في الجرنان، وكان خرجوه للربح الزينين، خير على النساء تربح في الشوفان، خيرك بالخير أو الصحيبان. سبعة ما يخلع ودت من ضنين الظفرة والحق يحمد مرعرع ودت من النوار والنور البطريين ودت من تبل العاجب ومرجان الدولة نسر العاجب والعين الجب والمحبة موطي بلسان مش فيها منها شي ساقي عطشان خيرك بالخير أو الصحيبان خلي ذوسني من الدنيا اصحاب قانتي ونداري قرمت خاتم اللي بيا وعمت ليتي في داري ساعة بتلد الحية وحياة نار خير أناري غادي نخبر لدريا حتى حمد في عقاري واللي تقدر نقرب والقلب حزين تقوى الخالدي لو نحن يشين والغرم يعرفوه العينين إشارة المحاين في الوجه تبين أنا وصحبي من كونا جنين نسوش يا الخواف العزم قرار نسوش يا الخوف العشق حلوين نسوش يا الخوف العشق حلوين يا سعد مكسب خيرا في المكان راني مريض يهب نعاشد العشق والغرام يزيد محنا بلتين أخرى هدفت سطع القديم جديد ذري مزين هاي تناعت بعد حدود وعلى مجد ذري من بلاد تيارت هيا وفي هواها نغدو ذري من بلاد تيارت هيا وفي هواها نغدو إذا نعولو نغدو مجموعين نبدو نعفنا ما زوست الغزلان في طاكسي قفيف وشوف رفقين والراكب سبق والقاسيلين في دارها نباتوا بيهم حيين ونجوم الدفتين على غيلي زين نلقو الشيخ ولد الحاج الامين ونغدر معاهم عدا كيسان انا
صحيتك.